شكرا للزميل العزيز الكابتن هيثم السعيد، وشكرا لنجومه الكبار الكابتن محمد سيد سليمان السلعوة والكابتن هاني عبد المنعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة مشاهدي ومتابعي ومحبي كرة السلة في كل مكان، معلقكم الرياضي أحمد مناع يحييكم مرة تانية. وديربي كرة السلة المصرية ما بين الأهلي والزمالك، انتهت أحداث الشباب تحت 18 سنة بفوز نادي الأهلي بنتيجة 72-56. تشكيل الفريقين اليوم، نبدأ بنادي الزمالك، أحمد عزب، عمر هشام، وليد عبد الجواد، أحمد ياسر، أدهم أليدا، معاذ أيمن، ياسين ياسر، علي حجازي، أحمد إسماعيل، خالد أبو النصر، أوجي مايو، علي عمر. ده تشكيل نادي الزمالك. والقيادة الفنية للكوتش أحمد مرعي ومعاوناه الكابتن ياسر عبد الوهاب والكابتن سمير جودة. أما تشكيلة الماتادورز الأهلاوي، عمرو زهران رقم زيرو، مارك ستيفن المحترف الأمريكي رقم اثنين، إيهاب أمين البوب رقم أربعة، عمرو الجندي رقم خمسة، مروان سرحان ستة، مصطفى كيجو عشرة، أحمد مهيب 14، أبو النصر 23، يوسف المعداوي 35، عمر طارق 55، مؤمن خيري 9، وعلي وحيد المصعد من 20 سنة رقم 1. نظرات السنيور أوغوستي جولبي بوش الذي تأهل من دور ال 16 أمام نادي القناة بعد فوزه على نادي القناة بالنتيجة الأولى 75-58 والنتيجة الثانية 61-43. أما نادي الزمالك فتأهل عن طريق الطيران في دور الستة عشر أمام الطيران 69-69 المباراة الأولى و 85-44 المباراة الثانية. ديربي كرة السلة المصرية ما بين الأهلي والزمالك من صالة نادي الزمالك. ستارت اللاين أب للنادي الأهلي، أقول لحضراتكم عليه حوار كده ما بين زملاء منتخب وفريق ومنافسي ملاعب طارق خير، الكابتن طارق الغنام والكابتن سمير جوده. مارك ستيفن، عمر طارق، عمرو زهران، عمرو الجندي، مروان سرحان، ده الستارتنج لاين اب اللي بدا بيه الكوتش او السنيور اوغوستي جول بيبوش. تواجد بعض اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي داخل صاله نادي الزمالك. طبعا كل الامنيات الطيبه بالشفاء العاجل للسيد عمري فاروق العمري نائب رئيس النادي الاهلي، تمنياتنا له بالشفاء ان شاء الله ويرجع الى ناديه سالم غانم باذن الله. حوار ما بين الستارت لاين اب، عمرو الجندي، عمر طارق، مروان سرحان، مارك ستيفن و عمرو زهران. هنشوف الستارت لاين اب للكوتش احمد مرعي. مواجهه دائما ما تكررت في السنوات الاخيره ما بين السنيور والكوتش احمد مرعي. حكام اللقاء اليوم هو الكابتن وائل ابراهيم، كابتن محمد المنشاوي، كابتن احمد فهمي الشهير بعيني. على بركة الله نبدأ أحداث القمة وديربي كرة السلة ما بين الأهلي والزمالك. انتهت أحداث المباراة الأولى تحت 18 سنة بقيادة الكوتش محمد أشرف توفيق بنتيجة 72-56 زي ما قلت لحضراتكم. الفائز من هذه المباراة إن شاء الله النادي الأهلي هيلاقي الفائز من الاتحاد والجزيرة بإذن الله. إن شاء الله النهاردة الساعة 8 مباراة السيريس ما بين الاهلي وسبورتين في نهائي دوري المرتبط لكره السله سيدا. اوجي مايو، احمد اسماعيل، عمر هشام، وليد عبد الجواد، ده الستارت لاين اب، وادهم اليدا، ده الستارت لاين اب اللي بدا بيه كوتش احمد مرعي. على بركه الله والجامبو للاول وكره القفز الاولى ما بين احمد اسماعيل وعمر طارق. أول موسم لأحمد إسماعيل مع نادي الزمالك بعد خروجه من النادي الأهلي، وأول موسم لمصطفى كيجو في النادي الأهلي بعد خروجه من نادي الزمالك. كوتش أوغوستي أو السنيور أوغوستي ومساعداه كابتن أحمد الجرحي والكابتن رامد ياسي، كابتن طارق الغنام مديرا إداريا، والكابتن وليد الخراط إداريا. على بركة الله في بداية وانتظار أحداث الفترة الأولى والكوارتر الأول. مراقب المباراة في حوار جانبي كابتن محمد جلال مع الكوتش او السنيور اوغوستي، وتعليمات لكلا الفريقين من قبل الحكام كابتن وائل ابراهيم، كابتن محمد منشاوي، كابتن احمد فهمي. هل
بيج او عمر طارق. والجامبول ما بين احمد اسماعيل وعمر طارق. كوتش احمد مرعي وتركيز في المباراه وبدايه الجامبول ورميه القفزه الاولى والاخيره داخل في المباراه كابتن وائل ابراهيم والجامبول الاول. تاني هي زي الزمالك عن طريق وليد عبد الجواد في بدايه المباراه. اوجي ماي في الفلوتر شوت طلع كيك اوت على طول لاحمد اسماعيل. اوجي ماي من كمان النادي الاهلي احمد اسماعيل اولى الثلاثيات لا ينفع ولما على طول مرة عن طريق عمرو زهران في بدايه الهجمه سلم مارك ستيفن. مارك من كمان لا زال نادي الزمالك مارك ستيفن سلم على طول ليه عمرو زهران اولى الثلاثيات فعنده ينفع في تسجيل اولى الثلاثيات وهو نقاط احداث الكوارتر الاول. عمرو زهران ثلاث نقاط لا شيء لصالح النادي الاهلي. بدايه ساخنه في احداث هذه المباراه. ادهم اليدا هاند اوف على طول مع عمر هشام. عمر هشام اخذ سكرين من احمد اسماعيل الكيك اوت على طول لاحمد اسماعيل. فكر يشوط مره ثانيه لكن دور على اوجي ماي. تاسك مهم جدا لعمرو زهران في انه يتولى رقابة عمرو اوجي مايو لكن في الاخير فاول وخطأ شخصي تجاه عمرو زهران لعمرو زهران على اوجي مايو. المحترف الامريكي مارك ستيفن في الاهلي والمحترف الامريكي اوجي مايو في نادي الزمالك. اخر مقابلات النادي الاهلي امام الزمالك كانت في السوبر في البحرين وانتهت بتفوق او تقدم النادي الاهلي بفارق الاربع نقاط 64-64. ادهم اليدا على اوبن شوت 3 بوينت لكن لا ينجح في التسجيل. يلم على طول عمرو الجندي في الديفنسيف ريباوند. يبدا الهجمه عمرو الجندي في السيت بلاي. عمرو والسكرين يسلم مروان سبحان. مروان مارك ستيفن. مارك على الاوبن شوت 3 بوينت. مارك ستيفن ثاني ثلاثيات بعد عمرو الجندي ست نقاط لصالح النادي الاهلي من ثلاثيتين عمرو الجندي ومارك ستيفن. ادهم اليدا من نادي الزمالك يسلم لعمر هشام كابتن الفريق لستيل لكن هنا كابتن وائل ابراهيم يقول فاول على عمرو الجندي والاخطاء الشخصيه على النادي الاهلي. وادي اعاده مره ثانيه. عمر هشام لادم اليدا هاند اوف على طول مع اوجي مايو. اوجي مايو على طول بيك اند رول لكن في الاخير توصل ادم اليدا. وليد عبد الجواد في الاوبن شوت 3 بوينت لكن لا ينجح في التسجيل. يلم على طول عمرو الجندي في الديفنسيف ديبان. يبدا الهجمه عمرو يصل الى 3 بوينت يسلم لعمرو زهران. عمرو زهران في الاوبن شوت لكن هير بول. يلم على طول اوجي مايو. اوجي مايو تخبط كده في احمد اسماعيل يسيطر عليه اوجي مايو لكن عمرو على طول يعمل الدايف كده وتطلع في الاخير اوت سايد لصالح نادي الزمالك. تبقى كام ثانية على 8 ثواني ده اللي هنشوفه دلوقتي وهيحسبه دلوقتي حكمنا كابتن محمد منشأ. يسلم على طول ادم اليدا اوجي مايو. ادم اليدا لاوجي مايو مرة ثانية. مايو ياخد سكرين من احمد اسماعيل. مايو عايز يعمل بنتريشن يوصل ويسلم لاحمد اسماعيل في الديك اند رول الاولى. نقاط احمد اسماعيل في احداث هذا الكوارتر 6-2 لصالح النادي الاهلي. مارك ستيفن يبدا الهجمة مع وليد عبد الجواد في المان تو مان. مارك ستيفن مارك يسلم لعمرو زهران للبي جو عمر طارق. مارك ستيفن في الدرايف في كنترول مع عمر طارق يطلع في فاول لعمرو زهران اللي بينجح انه ياخذ فاول وخطا شخصي لصالحه ويرتكبه ادهم علي. اوتسايد للنادي الاهلي. لو زملائنا الاعزاء يعني نسمع صوت الملعب يبقى شاكر جدا لحضرتك. اوتسايد مارك ستيفن هو اللي هيطلع الاوت. دكتور محمد شوقي عضو مجلس اداره النادي الاهلي متواجد في المقصوره لمؤازره فريق النادي الاهلي. طبعا كل التمنيات بالشفاء العاجل ان شاء الله السيد عمرو فاروق العمري نائب رئيس النادي الاهلي باذن الله. مارك ستيفن هيطلع يسلم على طول لكن ترن اوفر تقطع على طول كره احمد اسماعيل. احمد اسماعيل في الاول زاويه يسلم لاديدا يشوط على الاوبن شوت 3 بوينت لا ينجح في التسجيل. على طول مارك ستيفن لكن في الاخير تلمس احمد اسماعيل وتطلع اوتسايد لصالح النادي الاهلي. مارك ستيفن يدي تعليمات كده للاعبين.
ضغط نادي الزمالك من بدايه الملعب. ريس فولتورت مارك ستيفن يستلم الكره يوسع الملعب كده عمرو زهران وعمرو الجن عدى مارك ستيفن محاول يرجع بالجواد بيهايند باك على طول مارك ستيفن لسه الكره معاه وليد عبد الجواد يتولى الخط وادي فاول وخطا شخصي تجاه مارك ستيفن خطا شخصي لمارك ستيفن يهدي عمرو الجندي والخطا والفاول على احمد اسماعيل لاعب نادي الزمالك اوتسايد لصالح نادي الاهلي تحذير كده من الكابتن وائل ابراهيم عدم اعتراض خلاص القرار طلع كل عليه ان ينتسب شوفوا مره ثانيه هو مارك ستيفن حاول يعدي من وليد عبد الجواد عدى فعلا وصل لكن هنا الفاول والخطا الشخصي وادي احمد اسماعيل هنا يعني خلاص الصوره ابلغ دليل واكثر من الكذب ستة اتنين لصالح النادي الاهلي البي جو زي ما قدامكم في الشاشه مارك ستيفن هيطلع الاوت مارك لعمرو الجندي عمرو مع عمر هشام في المان تو مان ياخد السكرين على طول من عمر طارق يسلم لعمرو زهران عمرو زهران لعمرو الجندي لعمر طارق عفوا مارك ستيفن بيك اند رول مع عمرو عمر طارق في الكيك اوت لمروان سرحان اوبن شوت ولا اروع من مروان سرحان ثلاث نقاط كمان مره للثالثة لصالح النادي الاهلي 9 2 لصالح الاهلي والاهلاويه ادهم اليدا من نادي الزمالك الهاند اوف على طول مع عمر هشام من تو من النادي الاهلي ياخذ سكرين من احمد اسماعيل يعدي عمر هشام في الدرايف عايز يعمل بيك اند رول طلع كيك اوت لاحمد اسماعيل احمد اسماعيل ما لقاش مفر غير الثري بوينت شوت لكن اير بول ودفاع قوي من النادي الاهلي على طول تطلع الكره اوت سايد لصالح الاهلي والاهلاويه اوت سايد اهلاوي مارك ستيفن في بدايه الهجمه للاهلي والاهلاويه مارك ضغط عليه وليد عبد الجواد من اول مره يعدي مارك قبل الثمان ثواني مارك يسلم على طول لعمرو الجندي عمرو الجندي لمروان سرحان مروان في الدرايف من البزاي يلف ويرتكز ويروح على طول لعمرو الجندي مره ثانيه في البلاي تو مانز على طول ما بين عمرو الجندي لكن في الاخير فاول خطا شخصي على عمر طارق اوفنسيف فاول على عمر طارق لصالح نادي الزمالك 9 2 لصالح الاهلي والاهلاويه عمر هشام في بدايه الهجمه للزمالك يبدا عمر هشام دفاعات قويه من النادي الاهلي اوجيمايو هتلاقي الموقف ده متكرر كتير قوي عمرو زهران مع اوجيمايو اوجيمايو في الدرايف 1 ان 1 ينجح بشماله يسجل نقطتين يسلم الكره على طول مارك ستيفن لعمرو زهران الباك سبين يروح ايطالي يسلم لعمر وعمر دنك ولا اروع باسكت ولا اجمل اسيست ما فيش احلى من كده من عمرو زهران لعمر للبيج او بدنك ينجح في تسجيل نقطتين على طول لصالح النادي الاهلي 11 4 بدايه الهجمه عند الزمالك احمد اسماعيل يسلم لعمر هشام عمر هشام يقف على الاوبن شوت 3 بوينت شوت لكن لا ينجح في التسجيل يلم على طول عمرو زهران في الاول زاوية عمرو معاه مروان سرحان لكن في الاخير يرتكب امامه عمر هشام فاول وخطا شخصي تجاه نادي هلا فاول لصالح عمرو زهران تو شوتس فري ثرو اول في تغييرات كده حصلت كلب عبد الناصر واحمد ياسر بدل من احمد اسماعيل بدل من فري ثرو اول غير ناجح عمرو زهران بدل من ادهم اليدا احمد اسماعيل وادهم اليدا خرجوا ونزل مكانهم خالد عبد الناصر واحمد ياسر عبد الوهاب فري ثرو تاني لعمرو زهران ينجح في التسجيل 12 4 لصالح النادي الاهلي عمرو زهران يتولى رقابه اوجي مايو وليد عبد الجواد هاند اوف على طول مع اوجي مايو ياخذ سكرين خالد عبد الناصر يسلم لخالد عبد الناصر في البيك اند رول ويطلع لعمر هشام في الدرايف عمر هشام يقف ويطلع كيك اوت لاحمد ياسر على الاوبن شوت 3 بوينت لا ينجح في التسجيل مروان سرحان يزق الكره كده ليس مارك ستيفن مارك في بدايه الهجمه مارك سلم البيج او لمارك مره ثانيه خد السكرين من عمر طارق في البيك اند رول ما بين عمر طارق
ويطلع كيك اوت، لكن في الاخير تلمس خالد عبد الناصر الكيك اوتسايد لصالح النادي الاهلي. 12 سنه متبقيه على زمن الهجمه والاوتسايد للنادي الاهلي. مارك ستيفن هيطلع الاول، يسلم على طول عمرو الجندي. لسه عمرو في الدرايف، عمرو وصل، عمرو فلوتر، عمرو نجح، عمرو في تسجيل نقطتين كمان لصالح النادي الاهلي. 14-4 يتسع الفارق الى 10 نقاط. على طول يبدا الهجمه نادي الزمالك، كان كل معتقد كده انها تايم اوت. اوجي مايو في الدرايف في الفيداوي يشوط يقف، لكن لا ينجح في التسجيل. يلم على طول عمرو الجندي، عمرو الجندي في الديفنسيف ريباوند، على طول يطلع اللونج باص لعمر عمر طارق وادي، سماش دانك ولا اروع، يوسع الفارق الى 12 نقطه. على طول كوتش احمد مرعي يطلب تايم اوت. ادي نموذج الفاست بريك، يقف عمرو البيج او وينجح في تسجيل الدنك الثاني لصالح الاهلي والاهلاويه. تايم اوت يطلبه كوتش احمد مرعي. تعالوا نسمع التعليمات ونستمتع بالاعداد. Good last situation, the finish with Moody. انتهى التايم اوت اللي طلبه الكوتش احمد مرعي. تفوق النادي الاهلي بنتيجه 12 نقطه 16-4 لصالح الاهلي والاهلاويه. الحيازه الان في مع نادي الزمالك. وليد عبد الجواد يضغط النادي الاهلي، بريس في الكورت 2-1-2. هنشوف دلوقتي ايه اللي بيحصل، في تغيير قادم، هيخرج وليد عبد الجواد وينزل احمد عزب او عمر هشام، عفوا هو اللي خرج. يضغط النادي الاهلي، وليد عبد الجواد معاه مارك ستيفن، عدى قبل الثمان ثواني، يسلم على طول لاحمد ياسر، ياسر ياخد على طول ويسلم لعبد الناصر، لوليد عبد الجواد مره ثانيه، عزب يستلم الكره، يدور على اوجي مايو، اوجي مايو في الاوبن شوت 3 بوينت لكن لا يسجل، يروح مره ثانيه لعزب، عزب يطلع الكره واسيست حلو قوي لخالد عبد الناصر، ينجح في تسجيل نقطتين بدنك لخالد عبد الناصر بعد اسيست من احمد عزب. بدايه الهجمه عند مارك ستيفن، مارك لسه ستيفن مع الكره، يدور على عمرو الجندي، سلم عمرو الجندي، مروان سرحان يفتح الملعب كده لعمرو الجندي، كايلو كده عمر طارق بيحاول ياخد بوزيشن، يسلم مروان سرحان، مروان سرحان في ال1 ان 1 ومارك ستيفن بالهاند اوف، مارك في الثواني الاخيره، مارك ثانيتين ثانيه يسلم وادي الدنك الثالث، لكن ينجح في تسجيل نقطتين بعد اسيست رائع من مارك ستيفن البيج او، نقطتين كمان لصالح النادي الاهلي. تزال النتيجه 12 نقطه الفارق. مصطفى كيجو على التسخين في النادي الاهلي، احمد ياسر في بداية الهجمة يسلم لخالد عبد الناصر، خالد لوليد عبد الجواد، اوجي مايو والبحث عنه والثلاثية، لكن المرة دي في الميديم شوت شوت، لكن لا ينجح في التسجيل. يزق كده الكورة مارك ستيفن لعمرو الجندي، عمرو الجندي في بداية الفاست بريك لمروان سرحان، مروان لعمرو الجندي مرة ثانية، مروان يقلب الملعب سكيب باص لأبو النصر، أبو النصر اللي نزل مكان عمرو زهران ويشوط كده على الاوبن شوت لكن لا ينجح في التسجيل. وليد عبد الجواد في الديفنسيف ريباوند، لسه وليد يلعب ال1 ان 1 لاوجي مايو، اوجي والفلوتر شوت راح نجح سجل نقطتين، ده الفارق الى 10 نقاط مره اخرى. 18-8 لصالح النادي الاهلي. 3 دقائق 40 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الاول. مارك ستيفن والسكرين من بيج او، البيك اند رول مع عمرو الجندي، عمرو الجندي في الاوبن شوت 3 بوينت من بعيد لكن لا ينجح في التسجيل. يزق كده عمرو، عمر طارق لكن تروح في الاخير لوليد عبد الجواد، احمد عزب في ال1 ان 1، احمد عزب روح وصل لكن نجح انه يحصل على الكاونت والاند 1 من مارك ستيفن، وفاول وخطا شخصي على مارك ستيفن. اند 1 لاحمد عزب، شوفها مره ثانيه، والاند 1 لاحمد عزب. كيجو ينزل ويخرج عمر طارق، ايهاب امين يعود الى ارض الملعب بدل من عمرو الجندي،
ولا مارك ستيفن، ده اللي هنشوفه دلوقتي. البوب بيعود مرة أخرى، موسم شاق على عمرو الجندي، عمر طارق، إيهاب أمين، عزب والأند وان، 8 نقاط هو الفارق. سيف سمير يخرج من القائمة للإصابة، سلامات يا سيف. أند وان ناجح من أحمد عزب، ونزل معاذ أيمن رقم 12 بدلا من خالد عبد الناصر، أو أحمد إسماعيل بدل من خالد عبد الناصر. كده عمرو الجندي خرج ونزل مكانه إيهاب أمين، وعمر طارق خرج وأيضا نزل مكانه مصطفى كتير. البوب إيهاب أمين يبدأ الهجمة، درايف إيهاب البيس لاين، بهاند باك ويرجع مرة ثانية يتسلم لمارك ستيفن. مارك ياخد سكرين من كيجو، كيجو اللي سكيب باس على طول لمروان سرحان في البيس لاين على الأوبن شوت. مروان سرحان ينجح في إضافة 3 نقاط مرة ثانية أو مرة رابعة لصالح الأهلي والأهلاوية. 21-11 اتسع الفرق مرة ثانية إلى 10 نقاط. أحمد إسماعيل في بداية الهجمة للزمالك، إسماعيل البحث عن عزب، يسلم عزب فعلا، أوجي مايو يستلم، عايز يقف ويشوط لكن كيجو يعمل السين، حاضر ويسلم على طول للبوب إيهاب أمين اللي بينجح إنه ياخد فاول وخطأ شخصي على أحمد عزب نادي الزمالك. شوفها مرة ثانية، مروان سرحان من البيز لاين في الاوبن شوت خالص لوحده ينجح في اضافه 3 نقاط لصالح نادي الاهلي. فاول وخطا شخصي عمر هشام مكان اوجي مايو في تبديل يجري كوتش احمد مرعي. حوار ما بين الكابتن وائل ابراهيم والكابتن ايني. انضم اليهم كابتن منشاوي. اوجي مايو وادي الستيل على طول من كيجو، يعمل الدايف كده كحارس المرمى ويسلم ليه ايهاب امين، بيعترض اوجي مايو بفاول وخطا شخصي اللي هو على عزب. بس هنشوف، لكن خلينا مع مارك ستيفن في بدايه الهجمه اقل من 3 دقائق. عزيزي المشاهد على انتهاء احداث الكوارتر الاول، البوب ايهاب امين الدرايف 1-1 يجي له مروان سرحان في السكرين، يسلم بيك دور الروعه من البيز لاين، يقف مروان سرحان ويعلي لكن ما بيجيش، يسلم على طول ابو النصر ويزق لمارك ستيفن، لكن في الاخير ابو النصر يحصل على فاول من عمر هشام وخطا شخصي لصالح محمد ابو النصر. في دقيقه ابو النصر نجحت في وصول الكره الى مارك ستيفن ونجح معها ايضا في الحصول على فاول وخطا شخصي. تو شوتس لمحمد ابو النصر، رمية حرة الأولى والفري ثرو الأول ابو النصر، اير بول هارد لك ابو النصر. فري ثرو ثاني لأبو النصر. السنيور وحوار جانبي مع وائل ابراهيم، كابتن وائل ابراهيم، ابو النصر والفري ثرو الثاني ينجح في التسجيل. وسع الفرق إلى 11 نقطة. أعتقد في تغيير لنادي الزمالك. أحمد عزب في بداية الهجمة. عزب مارك ستيفن يتولى رقبته، اوجي مايو يعود مره ثانيه، احمد ياسر يستلم الهاند اوف على طول مع وليد عبد مع معاذ ايمن، معاذ الباك سبين ويقف ويسلم على طول لاحمد ياسر، احمد ياسر في الاوبن شوت 3 بوينت ينجح في تسجيل 3 نقاط لصالح نادي الزمالك. نشوف بس ايه اللي حصل هنا، في صافره بعد انتهاء بعد الشوطه، ايه اللي حصل؟ في فاول تجاه احمد عزب، فاول لاحمد عزب بتو شوتس، فري ثرو اول نجح، 7 نقاط يدي الفارق لصالح الاهلي. فري ثرو ثاني لاحمد عزب ينجح في التسجيل، ده الفارق الى 6 نقاط. مارك ستيفن في بدايه الهجمه للاهلي والاهلاويه، مارك لسه مارك في ناند اوت رائع حتى كويس قوي، وادي اوبن شوت 3 بوينت لكن في سن حلقه كده وما بيجيش، يروح على طول لمروان سبحان بالهاند اوف على طول لايهاب امين. ايهاب لسه ايهاب جاله كيجو في السكرين، ايهاب امين الاوبن شوت 3 بوينت، ايهاب امين ينجح في تسجيل ثلاثيه رائعه، 3 بوينت رائع من البوب ايهاب امين. شكرا لمخرجنا على اعاده ثلاثيات البوب تتحدث 3 بوينت النهارده كوارتر اول عنوانه 3 بوينت. احمد عزب في الدرايف 1-1 ويسلم لكن مارك ستيفن عامل الواجب الدفاعي كويس قوي، وادي الفاست بريك، وادي الباسكت، وادي الاند 1 من ابو النصر ينجح في التسجيل
محمد ابو النصر فاست بريك، لكن بدايه الهجمه هاتها يا مخرجنا من الدايف اللي عمله مارك ستيفن، وقدر يقطع الباصه ويسجل مع ابو النصر نقطتين، باصه والثانيه مارك ستيفن يوصل بالباسكت والفاست بريك. شكرا لمخرجنا محمد دكروري والاستاذ احمد عادل على الاعاده. اند وان لابو النصر، ينجح ابو النصر في تسجيل الاند وان المتوقع اقل من دقيقه. عزيزي المشاهد على انتهاء احداث الكوارتر الاول، معاذ ايمن في الوان اند وان، معاذ راح وصل لكن في الاخير مروان سرحان فاول وخطا شخصي تجاه معاذ ايمن. تو شوتس لمعاذ ايمن 28 15. ادي اللعبه من اولها، شكرا لمخرجنا. ادي الدايف الحلو قوي، قطع وعمل الستيل، سلم لايهاب امين، الكره ما نزلتش غير الدريبلايه دي بالظبط. فاست بريك نموذجي لصالح الاهلي والاهلاويه، كتيبه الماتادور تبدع في القمه. فري ثرو اول لمعاذ ايمن ينجح في التسجيل، شكرا لمخرجنا على الاعاده. فري ثرو ثاني معاذ ايمن ينجح في التسجيل، يضيق الفارق الى 9 نقاط لصالح النادي الاهلي. ايهاب امين خرج مارك ستيفن، هنشوف نزل مين مكانه. ايهاب يتولى رقبته معاذ ايمن. ايهاب امين، ايهاب في الوان ان وان، ايهاب ايهاب في الدرايف، ايهاب راح لكن في الاخير يحصل على فاول من معاذ ايمن. روح رياضيه رائعه ما بين الفرقتين، ديربي كره السله المصريه ما بين الاهلي والزمالك. ادي الفاول لصالح البوب ايهاب امين، تو شوتس للبوب ايهاب امين. خرج مارك ستيفن زي ما قلت لحضراتكم، نزل مكانه عمرو الجندي. فري ثرو اول للبوب ايهاب امين ينجح في التسجيل، 29 17 لصالح الاهلي والاهلاويه. فري ثرو ثاني لايهاب، ينجح ايضا في التسجيل، 30 17 13 نقطه والفارق. وليد عبد الجواد، وليد لسه وليد اوجيمايو بيبحث عنه لكن قرر الدرايف هو والاختراق، يطلع كيك اوت لكن عمرو الجندي بيستيل ويحط ايده في الكره كده وبتطلع اوتسايد لصالح نادي الزمالك، اوتسايد زملكاوي. والدفاعات اهلاويه، 13 نقطه والفارق لصالح الاهلي والاهلاويه. احمد اسماعيل لكن هنا في الاخير لمعاذ، ومعاذ على الاوبن شوت لكن في الاخير صافره انتهاء احداث الكوارتر الاول كانت هي الاسرع بتقدم النادي الاهلي 30 17. اعزائي المشاهدين استراحه ما بين احداث الكوارتر الاول والثاني على ان نعود لكم في بدايه احداث الكوارتر. احمد عزب، اوجي مايو، واحمد اسماعيل السنيور، والتقاط الانفاس ما بين الكوارترين. مباراه قويه، مباراه ممتعه باستوديو تحليلي والاروع في قناه النادي الاهلي. بداية أحداث الكوارتر الثاني والحيازة للأهلي والأهلاوية. كوارتر أول عنوانه الثلاثيات تجعل المقدمة حمراء. ست ثلاثيات للنادي الأهلي عن طريق إيهاب أمين، عن طريق مروان سرحان، عن طريق مارك ستيفن، نجحت في جعل المقدمة بهذا الفرق الكبير لصالح النادي الأهلي. الدفاع ثم الدفاع هو فلسفة السنيور أوغستي جولبي بوش الذي يعتمد عليه. مراقب المباراة وفي حوار مع الكوتش أحمد مرعي. كابتن محمد جلال وحوار مع الكوتش أحمد مرعي. مهيب يقوم بعمليات التسخين. بداية أحداث الكوارتر الثاني ايضا اللي نجح في تسجيل 3 بوينت كان عمرو زهران، واحد من نجوم الكوارتر الاول. ما زلنا في انتظار اشاره البدء وبدايه احداث الكوارتر الثاني. كابتن وائل ابراهيم سيتم تسليم الكره الى احمد مهيب. على بركه الله بدايه احداث الفتره الثانيه والكوارتر الثاني. ايهاب امين في مركز البوينت جارد يسلم على طول مروان سرحان لإيهاب أمين مرة تانية. أحمد مهيب يخطف أوجي مايو، تروح على طول لأحمد إسماعيل، يسلم لمعاذ أيمن، يبدأ الهجمة معاذ أيمن.
يدور على عزب، يسلم عزب في مركز بوينت جارد، مان تو مان النادي الاهلي، عزب في الدرايف 1 ان 1 يروح ويوصل، لكن في الاخير كيجو ارتكب معاه فاول وخطا شخصي لصالح احمد عزب، التو شوتس لصالح نادي الزمالك. ١٣ نقطة هو الفارق، ٣٨ لصالح أو ١٢ نقطة عفوا، ٣٨ لصالح النادي الأهلي. عزب على الفري ثرو الأول. ينجح في التسجيل، ده الفارق إلى ١١ نقطة. فري ثرو تاني. لأحمد عزب. لكن تم احتسابها خلاص، ريسمو تاني ايضا ناجح. وبدايه الهجمه عن طريق الفارق الى 10 نقاط، 20 30 لصالح النادي الاهلي. يا بامين يسلم مروان سرحان يقلب الملعب على طول لابو النصر، مهيب في البيس لاين، لابو النصر مره ثانيه، ابو النصر لمهيب في البيس لاين، اوبن شوت مهيب لكن لا ينجح في التسجيل. احمد اسماعيل ديفنسيف ريبار ويسلم لوجي ميو، ميو على طول تخبط في ايهاب امين وبتطلع اوت سايد لصالح الاهلي، اوت سايد عفوا لنادي الزمالك، اوت سايد زملكاوي. عزب هيطلع الاوت، يسلم لاحمد ياسر، هاند اوف على طول مع معاذ ايمن، معاذ ياخد سكرين من احمد اسماعيل، يعمل الدرايف معاذ يوصل بالفلتر شوت وينجح في تسجيل نقطتين، ده الفرق الى الثمان نقاط. ايهاب امين في بدايه الهجمه في مركز البوينت جارد وصانع الالعاب. ايهاب لسه مع الكورة. احمد مويل يجي تحت الباسكت تاخد بوزيشن، ايهاب امين مرة ثانية، ايهاب بيهايند باك يعمل الدرايف يوصل بالفلتر شوت لكن لا ينجح في التسجيل، يحاول معاه كيجو لكن في الأخير تلمس كيجو وتطلع أوت سايد لصالح نادي الزمالك. ده الفارق من 12 نقطة إلى 8 نقاط، أربع نقاط سجلوا نجح في تسجيلهم نادي الزمالك في خلال الكوارتر الثاني. الباسكت الأخير لمعاذ أيمن، وشوت لأحمد عزب، أربع نقاط نجح في تسجيلهم نادي الزمالك. بداية الهجمة عند معاذ أيمن. يقع كده وسيطر على الكرة ويسلم لأحمد إسماعيل، هاند أوف على طول مع أوجي ميو. دفعات قوية على أوجي ميو عن طريق أبو النصر. أبو النصر يعمل ستيل ويسلم مروان سرحان لكيجو، كيجو عفوا روح كيجو نجح كيجو سجل كيجو خد الأند وان كيجو والفاول والخطأ الشخصي هتشوف على مين؟ أعتقد على أحمد ياسر. على أحمد عزب عفوا. أحمد أدي الستيل من أبو النصر، أدي الدرايف والأول ذا واي من كيجو، كيجو ينجح في تسجيل نقطتين، ياخد معاهم الاند وان والفاول لصالح كيجو والخطا الشخصي على احمد عزب. اند وان لمصطفى عصام كيجو. تغيير اعتقد كده في اصابه لاحمد عزب، سلامات لاحمد عزب. اه ده احمد ياسر عفوا اللي خرج. شوف مين نزل مكانه. كيجو على الاند وان. في مكانه خالد عبد الناصر. اند وان لكيجو لا ينجح في التسجيل. اوجي ميو يلم على طول ديفنسيف روح يطلع من الملعب ويسلم لعزب. عزب ياخد سكرين من احمد اسماعيل يعدي في البنتريشن يقف على الميديم شوت شوت لكن لا ينجح في التسجيل. البوب على طول يلم ديفنسيف روح لسه البوب في الاول ذا واي يسلم ليه مروان سرحان. مروان في الاوبن شوت 3 بوينت ما ينجحش في التسجيل لكن عمل ديفنسيف روح اوفنسيف روح كده كيجو لكن يعمل ترابلنج ووك تيرن اوفر على النادي الاهلي. يعني يخرج كيجو ينزل البيج او عمر طارق. عمر هشام اللي ينزل مكان احمد عزب. عمر هشام في المان تو مان معاه ايهاب امين ياخد السكرين ويسلم لعبد الناصر. عبد الناصر لمعاذ ايمن. عبد الناصر مره ثانيه سكرين من احمد اسماعيل عدى عبد الناصر بيك اند رول كده لكن ترن اوفر وبات باص وتروح الكره لصالح النادي الاهلي. 10 نقاط ما زال الفرق لصالح الاهلي والاهلاويه. 32 22 اوتسايد اهلاوي. شوف مين اللي خرج. في تايم اوت يطلبه الكوتش احمد مرعي. تايم اوت للكوتش احمد مرعي. نسمع تعليمات السنيور اوغوستي ونستمتع بالاعداد مع مخرجنا الافضل. مدرب ايه؟ مظبوط.
طيب لو انت معاك. النقط اللي طلب الكوتش احمد مرعي ومثل النادي الاهلي ما زال كما هو احمد مهيب عمر طارق مين تاني وادي ناصر الزمالك هشام مايو احمد اسماعيل خالد عبد الناصر السنيور وبوش جول بوش عمرو الجندي يعود مروان سبحان عفوا احمد مهيب ايهاب امين عبد الناصر وعمر طارق وجيمايو عمر هشام احمد اسماعيل خالد عبد الناصر ومعاذ ايمن ده خماسي النادي الزمالك 7 دقائق 40 ثانيه متبقيه على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. النقاط هو الفارق 32 22 ايهاب امين يبدا الهجمه بس الكوتش ده بيتكلم عليه الكوتش سيميرو بوس يسلم على طول عبد الناصر بتستنى جدا من عمر لكن هنا اوفنسيف فاول صحيح من كابتن هيني على عمر طارق تاني الفاولات والاخطاء الشخصيه على عمر طارق دكتور محمد شوقي عضو مجلس اداره النادي الاهلي كابتن محمد ايهاب محسن عضو مجلس اداره الاتحاد كابتن ايمن علي عضو مجلس اداره الاتحاد معاذ ايمن في بدايه الهجمه على طول يروح يوصل لكن في الاخير اوت سايد لصالح النادي الاهلي دفاعات قويه من البيكو والاوت سايد لصالح الاهلي والاهلاوي. احمد مهيب يسلم على طول لايهاب امين السكرين على طول من عمر طارق ايهاب لسه ايهاب في الميديم ايهاب شوط ايهاب نجح ايهاب في التسجيل نقطتين كمان يطالب السنيور بفاول على اوجيماي لكن اوجيماي يبدا الهجمه سلم معاذ ايمن عطاه له خالد عبد الناصر يوصل ويروح لكن لا يسجل تروح الكره على طول ايهاب امين في الديفنسيف روان ولا اروع يطلع الكره ويسلم لابو النصر ابو النصر سكيب باص على طول عند مهيب اللي بيخدم ملعبه ويسلم لابو النصر للبيج او مره ثانيه عنده على طول مع ايهاب امين ايهاب في الدرايف ايهاب الدرايف وصل ايهاب لا يسجل ايهاب اسماعيل على طول في الديفنسيف بمان ويسلم لاحمد لخالد عبد الناصر دي بندقوه كده توصل في الاخير للسيب عند عمر طارق مهيب يبدا الهجمه مهيب يسلم لايهاب امين يوسع الملعب ايهاب يستنى عمر طارق في السكرين عمر طارق جاله في السكرين 1 1 ايهاب عدى عكس السكرين يقف ايهاب يطلع كيك اوت مروان سبحان عمر طارق تحت الباسكت في البوزيشن 1 1 يلف ويرتكب يروح بشماله لا ينجح في التسديد خالد عبد الناصر بيفنش الجبان ويطلع الاوت ليت على طول لمعاذ ايمن معاذ يقلب الملعب اوجي ميو اوجي ميو في الاوبن شوت 3 بوينت لا يسجل ايهاب في الديفنس الجبان لسه النتيجه 12 نقطه لصالح النادي الاهلي انتصاب احداث الكوارتر الثاني ايهاب امين يسلم على طول لابو النصر ابو النصر في تغيير الاتجاهات ابو النصر بيمينه في الهوك ينجح في تسجيل نقطتين كمان لصالح الاهلي والاهلاويه 14 نقطه هو الفارق عمر هشام في بدايه الهجمه واضح ان في اصابه لاحمد اسماعيل لاعب نادي الزمالك قطع لابو النصر حلوه تقدر شوط لايهاب امين وادي هنا الفاول والخطا الشخصي اللي بيطالب بيه السنيور اوجوسي على اوجيماي تجاه ابو النصر خرج احمد اسماعيل في اصابه نزل مكانه خرج ايضا معاذ ايمن نزل مكان وليد عبد الجواد ونشوف مين نزل مكان كان علي حجازي رقم 10 زال خماسي النادي الاهلي كما هو اوجيماي يسلم على طول لعمر هشام انتصاف احداث الكوارتر الثاني وليد عبد الجواد يطلع على طول علي حجازي علي حجازي لاعب طريق وادي على الشوطه شوط لكن اير بول واوت سايد مسار 14 نقطة هو الفارق عزيزي المشاهد. السنيور في مواجهة الأستاذ أحمد مرعي أو الكوتش
كوتش احمد مرعي استاذ وادي الشوط هاب امين في التسجيل عمر هشام ديفنسيف ريباوند على طول يعطل كده احمد مويد لسه احمد مويد في الدرايف عمر هشام لكن في الاخير لا يسجل احمد مويد اوتس والتو شوتس لصالح هشام دفعات قويه قدر يعطل في السبيك يعود الى ارض الملعب لتغيير كبير كوتش احمد مرعي بدلا من خالد عبد الناصر. فيسوا ولا عمر هشام وايضا مروان سرحان خرج لتغيير كبير السنيور اوجستي. عمر هشام والفريسو الاول في التسجيل ينزل عمرو زهران مره ثانيه ويوسف المعداوي كده خرج مروان سرحان وهو حضرتك مين ثاني خرج. ايضا خرج كده تغييرين يجريهم كوتش اوجستي عمرو زهران والمعداوي بدلا من مروان سرحان وابو النصر ادهم علي داوود بدلا من خالد عبد الناصر في صفوف نادي الزمالك فري ثرو ثاني ورمية حرة ثانية لصالح نادي الزمالك عن طريق عمر هشام 36 23 4 دقايق 40 ثانية عايزين نشاهد على قناة النادي الأهلي قناتك المفضلة لا ينجح عمر طارق ديفنسيف ريباوند تخبط في الأخير في المعداوي أو ده هنا ده إدهم علي ده أوت أوف باوند أو لامس اللاين بقدمه والأوت سايد لصالح نادي الأهلي إيهاب أمين في مركز البوينت جارد وصلنا إلى الألعاب رقم 1 إيهاب يسلم على طول لمهيب مهيب قطع له المعداوي لمهيب مره ثانيه يبحث عن عمر طارق في البوزيشن تحت الباسكت عايز يلعب على الانسايد ايهاب اخر خمس ثواني ايهاب في الاوبن شوت ايهاب 3 بوينت لكن لا ينجح في التسجيل يحاول معاها كده عمرو زهران يزقها لكن تروح في الاخير لاوجي مايل وادي هنا يعني هي فيها مخالفه في نشر الكره لكن خلاص طلع كيك اوت وسلم لاليدا اليدا ينجح في تسجيل ثلاث نقاط لصالح نادي الزمالك ده الفرق مره ثانيه الى 10 نقاط 36 26 وادي مخالفه المشرق الكره ترن اوفر ووكن على عمر طارق هجمه سريعه على طول على حجاز يروح بشماله لكن ينجح في التسجيل يحاول معاها كده مهيب لكن في الاخير تخبط في ايد علي حجازي وتطلع اوتسايد على نادي الزمالك اوتسايد للنادي الاهلي. عداوي هيطلع الاوت ضغط من نادي الزمالك على ايهاب امين. اقل من اربع دقائق على انتهاء زمن الكوارتر الثاني. عمر هشام بيبلغ كابتن وائل ابراهيم ان البورد اتحرك فكابتن وائل ابراهيم بيروح بيعمل تشيك كده او بيتاكد فلقى ان الموضوع تمام. ضغط من نادي الزمالك. عمرو زهران يستلم ويسلم لايهاب امين. ايهاب. ضغط على ايهاب من عمر هشام. مان تو مان. مصطفى كيجي يعود الى ارض الملعب بدلا من عمر طارق. احمد مهيب. هندوف على طول مع ايهاب ياخد سكرين من كيجي. البوب يروح ويوصل الكيك اوت لزهران. الاثنين اتلخبطوا كده كانوا واقفين في البيز لاين. زهران في ال1 اون 1 يروح بالفلوتر شوت لكن في الاخير فاول. هنا خلف ال 24 ثانية انتهى زمن الهجمة على النادي الأهلي أوتسايد لنادي الزمالك. ثلاث دقايق ونص تقريبا على انتهاء أحداث الكوارتر الثاني وليد عبد الجواد في بداية الهجمة. هاند أوف من أدهم أليدا لأوجي مايو يقلب الملعب لعمر طارق. عمر ياخد سكرين من علي حجازي يعمل الدرايف 1 1 ويوصل لكن لا ينجح في التسجيل يلم كيجو على طول في الديفنسيف ريباوند والفاست بريك سريع لمهيب مهيب يروح مهيب راح مهيب سجل مهيب نقطتين كمان لصالح النادي الاهلي يوسع الفارق الى 12 نقطه 38 36 احمد مهيب والاعاده صراع على الكره يحسمه كيجو لكن تخبط كده في الاوتسايد او تلمس اللاين وتطلع اوتسايد لصالح نادي الزمالك يخرج علي حجازي ينزل احمد ياسر من نادي الزمالك تغيير يجريه كوتش احمد مرعي ادهم اليدا طلع على طول عمر هشام
وجماعه يطلع على عمر هشام، عمر هشام في الاوبن شوت لكن كيزو على طول ديفنسيف ريباوند ويسلم لإيهاب امين. إيهاب في بدايه الهجمه، إيهاب ياخذ سكرين من كيزو، إيهاب في الدرايف 1 اون 1 يسلم لكيزو تحت الباسكت، روعه الروعه، ينجح كيزو في تسجيل نقطتين ويقبل للايديه بعد اسيست، روعه الروعه من إيهاب امين. اوجي مايو في بدايه الهجمه للزمالك، البيك اند رول مع احمد ياسر، احمد ياسر في الاوبن شوت 3 بوينت ينجح ايضا في التسجيل، ثلاث نقاط لصالح نادي الزمالك. الفارق الى 11 نقطه 29 40 اخر دقيقتين ونص على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. ايهاب امين هاند اوف مع المعداوي، سكرين من كيجو، ايهاب، ايهاب في الميديم شوت سلم الاسيست الروعه الثاني من ايهاب امين، ايهاب امين يكشر عن انيابه باسيستات ولا اروع لمصطفى كيجو وينجح في تسجيل نقطتين كمان لصالح نادي الاهلي. في لغط هنا، في حاجه نشوفها. ايهاب امين يبدع في احداث الكوارتر الثاني. لسه هنشوف الحكام بيقولوا نلعب، مفيش حاجه، هل حد طلب تايم اوت؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. لكن واضح من قرار الحكام خلاص ان العب عادي جدا مفيش حاجه. 42 29 اسيستين ولا اروع من البوب ايهاب امين لمصطفى كيجو ينجح في تسجيلهم باربع نقاط. 210 ثواني على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. ذهاب الكابتن ايني للكابتن محمد جلال مراقب المباراه، نشوف دلوقتي المشاورات ايه. خلاص هنلعب عادي جدا مفيش حاجه، دقيقتين و10 ثواني على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. معاذ ايمن يعود ارض الملعب، يبدا الهجمه وليد عبد الجواد في البوينت جارد، ياخد سكرين اوجي ماي يسلم لاحمد ياسر، عبد الوهاب هاند اوف مع معاذ ايمن، من تمنى نزال نادي الاهلي، ستيل رائع من ايهاب امين، ايهاب والضقه هنا في فاول وخطا شخصي وتو شوتس لصالح البوب ايهاب امين. ستيل ولا اروع، اثنين اسيست ولا اجمل، ايهاب امين مان اوف ذا كوارتر 2. ادي الستيل من معاذ ايمن، ادي الوصول، خد الراجل في ظهره، وصل بخطواته، راح عايز يسجل دنك لكن معاذ ايمن اعترضه بخطا شخصي وفاول لصالح البوب ايهاب امين. فري ثرو اول للبوب ايهاب امين. فري ثرو اول نجح من بوب ايهاب امين، ينجح في التسجيل. 43 29 اقل من دقيقتين عزيزي المشاهد على قناه النادي الاهلي متبقيه على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. فري ثرو ثاني للبوب ايهاب امين. لا يسجل، تخبط في ايد ادهم اليده وبتطلع اوت سايد لصالح نادي الاهلي. تغييرات في صفوف نادي الزمالك، الكوتش اوجوسي والتعليمات، ايهاب امين على الاوت سايد لمهيب، مهيب في البيس لاين عايز يشوط لكن مش مديله فرصه، ايهاب امين يعود مره ثانيه الى ارض الملعب، يعود الى لمركز 1 عايز يعمل اسيست تاني، وادي مهيب لكن تخطف منه كده وتروح لوليد عبد الجواد، وليد في ال 1 ان 1 وليد يسلم لعمر هشام في الدرايف، عمر هشام وصل ونجح في تسجيل 2 بوينت جديده عمر هشام لصالح نادي الزمالك. ده الفرق الى 12 نقطه عمر هشام 43، وادي هنا الكوره في ايد عمر هشام لكن في الاخير فاول وخطا شخصي على المعداوي تجاه احمد ياسر، تيرن اوفر كده بدون مجاني، تقدر تقول عليه ترن اوفر مجاني لكن لسه مشاورات ما بين الحكام. الفاول على يوسف معداوي صحيح والاوتسايد لصالح نادي الزمالك. اوتسايد للزمالك انتظار تجفيف ارضيه الملعب. 43 31 دقيقة 27 سنة متبقية عزيزي المشاهد على انتهاء أحداث الكوارتر الثاني. ثلاث فاولات على النادي الأهلي، فاولين على النادي الزمالك.
الدقيقة 27 سنة. وليد عبد الجواد هيطلع الاوت. بيسلم على طول عمر هشام، عمر مان تو مان النادي الاهلي مع ايهاب امين. لسه عمر في الدرايف، عمر من الميدل، عمر راح عمر لكن بلوك ولا اروع من كيجو، يسلم كيجو على طول. لا هنا في فاول وخطا شخصي. فاول هنا على خالد عبد الناصر. والاوت لصالح نادي الاهلي. ادهم اليدا في تغيير وجرين كوتش احمد مرعي. شوف هيخرج مين؟ هيخرج عمر هشام بعد بلوك رائع من مصطفى كيجو. ايهاب امين في بدايه الهجمه. ايهاب مركز بوينت جارد، لسه مارك ستيفن ما نزلش. عمرو زهران يسلم للمعداوي، المعداوي دور على ايهاب امين، يجي له سكرين في ال1 ان 1. ايهاب امين في الاوبن شوت، ايهاب لكن لا ينجح في التسجيل، يحاول معاه مصطفى كيجو يلم فعلا لكن يقع كده وتروح على طول لمعاذ ايمن. معاذ ايمن في بدايه الهجمه والفصل بريك لكن ينجح على طول. ايهاب امين في ايقاف الفصل بريك لاحمد ياسر في الاكسترا باص، ينجح في تسجيل ثلاث نقاط كمان لصالح نادي الزمالك. اذا الفارق الى تسع نقاط مره ثانيه. السكور ايهاب امين لسه. ايهاب يسلم السكيب باص على طول عمرو زهران، عمرو عايز يرد بالثري بوينت لكن لا ينجح في التسجيل. كيجو على طول ينجح في انه ياخد الاوفنسيف ريباوند، وهنا المطالبات ان الكره اعلى. هنشوف دلوقتي ايه اللي هيحصل. ادهم اليدا في الاوبن شوت ثري بوينت لا يسجل، احمد ياسر في الاوفنسيف ريباوند لكن في الاخير يرتكب معاه فاول وخطا شخصي عمرو زهران. الكره الاخيره فيها شك انها ممكن تكون باسكت لمصطفى كيجو. الكرة الأخيرة فيها شك لكيجو. 43-34، تسع نقاط فارق لصالح النادي الأهلي. هنعيد الكرة الأخيرة لكيجو لكن واضح إن في تكنيكال فاول. لا اللي قبل دي يا مخرجنا، بالكرة ده الفاول الأخير. لكن واضح إن هنا في تكنيكال فاول أو شيء. الكوتش أوجستي واضح إن في حاجة. واضح إن في شيء عصبي جدا الكوتش أوجستي. احمد عزب هينزل. طب هنشوف قرار كابتن وائل ابراهيم ايه ونقول لحضراتكم. نزول كوتش اوجستي وكوتش احمد الجرحي. اشك كده ان كوتش اوجستي تم طرده، اشك في هذا يعني. واضح من تسليمة القلم كده الكوتش احمد الجرحي ان تم طرده. هنشوف دلوقتي يعني انا مش متاكد بس هيبان حالا. طالما كده في تايم اوت اعتقد ولا ايه اللي حصل. كوتش احمد الجرحي بينده اللعيبه وبيطالب ان محدش يتكلم. كده تم طرد كوتش اوجستي، خلاص خرج بره المباراه. هنشوف دلوقتي ايه اللي هيحصل. 43-34 كوتش احمد الجرحي المدرب المساعد يجمع فريقه، وايضا كوتش احمد مرعي بيجمع فريقه. شوف ايه اللي هيحصل. في عمرو الجندي كده يعني عايز يتكلم لكن الكابتن احمد الجرحي بيمنعه وبيرجعه تاني. هنشوف دلوقتي ايه اللي هيتم، اللي حصل. يعني منظر غير لائق تماما، منظر غير لائق. ويعني كابتن يعني اللعيبه يعني ما لهاش علاقه بالكلام ده. يعني منظر غير لائق تماما. لسه كنا بنشيد وكوتش اوجستي اهو بيجمع فرقته خلاص، بيقول لهم ركزوا في الجيم مالكوش دعوه باللي بيجرى بره. كوتش اوجستي كان واقف ورا اللعيبه. لسه كنا بنشيد في بدايه اليوم بالروح الرياضيه ما بين مجالس الادارات. يعني هنشوف دلوقتي ايه اللي هيتم. كوتش احمد الجرحي وكوتش طارق خيري وكوتش رامي دياستي بيجهزوا فرقتهم كده، ويعني مش عايزين يخرجوا بره تركيز الجيم. تدخل الامن خلاص لخروج ال يعني
الناس اللي خرجت عن المظهر اللائق. هنشوف دلوقتي كوتش احمد الجرحي خلاص بيقعد عمرو زهران. يعني واضح ان في، لا واضح ان في حاجه، واضح ان في حاجه. خلينا في الاعداد، خلينا في الاعداد احسن. ادي الاعداد لايهاب امين، وادي الاسكيب باس على طول لعمرو زهران زي ما حضراتكم شايفين. ادي هنا الكوره اهي، انا مش واضحه قوي لكن هي الكوره اللي انا قلت عليها، اللي هي انا شاك ان هي في انها عدت، لازم تتحسب. لازلنا في انتظار انتهاء هذه الاحداث لتكمله المباراه. كوتش اوجوسي واضح ان في مشكله معاه، يعني واضح ان في مشكله مع الكوتش اوجوسي، لازم يتم تامينه بصراحه. يعني هنا زي ما حضراتكم شايفين هنا الصورة عن قرب تواجد هنا، او انا كان متواجد كوتش اوجوستي هنا في المنطقة دي، المنطقة خارج الملعب بعد ان تم طرده. تمام، وهنا يعني واضح ان في حاجة حصلت مع كوتش اوجوستي. خلاص كابتن كريم ضيف وكابتن ابراهيم الجمال بيهدوا الامور، لعيبة بتطمن على كوتش اوجوستي او السنيور اوجوستي. عمر طارق ايضا يتحدث الى المسؤولين. يعني يوم بدأ من اوله بداية جميلة جدا، ويعني ليه لماذا هذه الاحداث لا اعرف. لا اعرف ماذا يحدث، لكن يعني لعيبه النادي الاهلي مش متواجده على البنش. وكوتش اوجوسي مش واضح، مش ظاهر في الصوره حتى هذه اللحظات. تقدم النادي الاهلي بتسعة نقاط، 43 34. كابتن طارق السعيد مدير الجهاز بنادي الزمالك يتدخل لاحتواء الامر. خلاص تم، اعتقد ان تم احتواء الامر ورجع لعيبه النادي الاهلي. طبعا في وسط هذه الايام نتمنى الشفاء العاجل باذن الله للسيد العمري فاروق العمري نائب رئيس النادي الاهلي، شفاه الله وعافاه، تعرض لوعكه صحيه، نتمنى ان شاء الله يقوم بالسلامه ويعود الى ناديه وبيته باذن الله. خلينا مع الاعداد، البوب ايهاب امين في 3 بوينت ولا اروع، وكوارتر تاني ولا اجمل. وادي الفاص بريك النموذجي اللي انتهى عند ابو النصر اللي نجح في تسجيله وبدا بستيل من مارك ستيفن. ادي الستيل اهو، ادي الباص، فاست بريك بدربلايه واحده نموذجي، الكره ما نزلتش غير الدربلايه دي بالظبط. فاست بريك يدرس. ادي هاب امين، وادي الدرايف، وادي الفاول، وادي الخطا على معاذ. بعض الاعداد للقاء. وادي كيجو الاند وان. وادي مهيب، ودنقات طبعا عمر طارق، تلات دنقات لعمر طارق. ادي الاول وادي الثاني، وده كانت النتيجة ارتفعت الى 10 نقاط في التايم اوت او في الكرة دي بالذات. مروان سرحان ايضا واحد من نجوم هذا اللقاء. سريعا كده، اخر لقاء تم ما بين الاهلي والزمالك كان في احداث
مباراة السوبر التي أقيمت في البحرين واللي انتهت زي ما قلت لحضراتكم بنتيجة 64-60 في مباراة شيقة جدا لصالح النادي الأهلي. توب سكورر في هذه المباراة كان من النادي الأهلي عمر طارق ومروان سرحان ب 11 نقطة، مارك ستيفن ب 10 نقاط، أما نادي الزمالك أحمد إسماعيل ب 13 نقطة، أوجي مايو 12 نقطة، أحمد ياسر ب 12 نقطة. في التوب أسيست أو التمريرات الحاسمة مارك ستيفن ب 6 اسيست، وإيهاب أمين ب 4، أوجي مايو ب 5، وعلي عمر ب 2. في التوب ريباوند كان عمرو زهران على القمة ب 8 ريباوند، إيهاب أمين أيضا ب 8 ريباوند، سيف سمير ب 6 ريباوند، أما نادي الزمالك كان أحمد ياسر ب 6 ريباوند، وليد عبد الجواد وأحمد إسماعيل ب 5 ريباوند. في الفري ثرو 27 محاولة للنادي الأهلي على الفاول شوتينج، نجح في تسجيل 15، كان نصيب الأسد منهم كان عمرو الجندي 6 محاولات بأربع ست محاولات نجح في تسجيل 4، وعمر طارق 4 محاولات نجح في تسجيل 3. أما نادي الزمالك 21 محاولة على الفري ثرو، أحمد إسماعيل نجح في تسجيل 10، أحمد إسماعيل نجح 3 من 3، وأوجي مايو 7 نجح في تسجيل 4. في 3 بوينت كان النادي الأهلي 27 محاولة نجح في تسجيل 5، منهم 2 لمروان سرحان. نادي الزمالك 27 محاولة أيضا نجح في تسجيل 6 محاولات، كان من نصيب أحمد ياسر 4 محاولات. دي بعض الإحصائيات والأرقام في مباراة السوبر اللي أقيمت في البحرين. النهاردة إن شاء الله بعد هذه المباراة هيتقابل في المباراة الأولى في الذهاب لدوري المرتبط سيدات الأهلي وسبورتين، هيتقابلوا إن شاء الله الساعة 8 في صالة حسن مصطفى. كل التوفيق لكتيبة ملكات النادي الأهلي بقيادة الكوتش طارق خيري. في انتظار أحداث يعني تكملة أحداث المباراة، أعتقد تم الاطمئنان على الكوتش والسينيور أوجوسي. وجود لاعبي النادي الأهلي، كوتش أحمد الجرحي يتواجد على البنجو، كوتش رامي الدياسطي وكابتن طارق الغنام، كابتن علاء لطفي كابتن المحلل الأداء، وكابتن وليد الخراط، اللاعبين متواجدين، وأيضا لاعبي نادي الزمالك متواجدين، وكوتش أحمد مرعي متواجد أيضا. في انتظار ما سيسفر عنه مداولات الحكام، لكن واضح ان كان في قرار لم يعجب الكوتش أوجوستي، خرج يعني اتعصب جدا وتم خروجه خارج المباراة. لسه المداولات، كابتن ياسر عبد الوهاب في ارضية الملعب في مداولات مع الحكام. مازلنا في الانتظار. طبعا زي ما قلت لحضراتكم ان شاء الله النهارده اقيمت مباراه دور الثمانيه او الكوارتر فاينل، الاهلي والزمالك اللي بتذاعه لحضراتكم، سبورتن والاولمبي، سموحه والاتصالات، والاتحاد والجزيره. عفوا، ان شاء الله الفائز من سموحه والاتصالات سيلاقي الفائز من سبورتن والاولمبي، لكن بعد الجيم الثاني اللي هيقام يوم الجمعه ان شاء الله، والفائز من الاهلي والزمالك هيقابل الاتحاد، الفائز من الاتحاد والجزيره، وان شاء الله نتمناها اهلاويه في السيمي فاينل باذن الله. الجيم الاول في دور المرتبط اليوم الثلاثاء، اما الجيم الثاني ان شاء الله هيكون يوم الجمعه القادم باذن الله. 43 الاهلي 34 الزمالك في يعني الدقيقتين الاخيره او الدقيقه الاخيره في احداث الكوارتر الثاني. ما زال حكام المباراة في المشاورات، كابتن وائل ابراهيم، كابتن محمد المنشاوي، كابتن احمد فهمي عيني، ومعهم الكابتن محمد جلال. نزل لعيبة الاهلي للتسخين كده زي ما حضراتكم شايفين، ابو النصر وكيجو، حوار ما بين الكوتش احمد الجرحي وايهاب امين وايضا مؤمن خيري. لازلنا في المشاورات والمداولات. لعيب الزمالك ايضا اوجي مايو
على التسخين يعني، انا اتمنى ان لعيبه الاهلي تنزل تسخن عشان ما يفقدوش اي يعني، ما يبردوش يعني بلغه الرياضه، عضلاتهم ما تبردش. فريق ال 18 سنه يشاهد المباراه من خلف دكه بدلاء النادي الاهلي. لازلنا في المشاورات، كابتن وائل ابراهيم، حكام المباراه كابتن وائل ابراهيم، كابتن محمد منشاوي، كابتن ايني. هنشوف دلوقتي هتسفر عن ايه. عمرو الجندي نزل يسخن ايضا، نشوف بعض الاعداد. هنا اعتقد هي دي الهجمه اللي عامله مشكله، لان الكره فعلا عليت عن البورد والمفروض انها تتسجل، فهنا حصل يعني اعتقد هنا سر عصبيه كوتش مرعي، كوتش اوجوستي او السينيور اوجوستي كانت في هذه الهجمه. حتى في لو نبص كده دي الاعاده حضراتكم، حتى في كلام هنا من كيجو ومن ايهاب امين، وهنا كابتن وائل ابراهيم بيجري، واضح ان كان في حاجه نشوفها تاني. واضح ان كابتن محمد جلال على وشك اتخاذ القرار. واضح ان كابتن محمد جلال مراقب المباراه في طريقه الى اتخاذ القرار، والقرار الاول اللي قدامي كده ان مفيش حد يقف، او مفيش يبقى مبقاش حد فيه في المدرجات. مبقاش حد متواجد في المدرجات. يعني ده واضح كده مع مدير الامن في نادي الزمالك. يعني كابتن محمد جلال اهو راح لكابتن طارق الغنام. هنشوف، وراح ايضا لكوتش احمد الجرحي كابتن محمد جلال. هنشوف دلوقتي القرار هيسفر عن ايه، او القرارات هتسفر عن ايه. قامت لعيبة الاهلي بتسخن. ولعيبة الزمالك ايضا بتسخن. نظل مع الاعداد. ديربي كرة السلة، الزمالك والاهلي، او الاهلي والزمالك في الكوارتر فاينل دور الثمانية لدوري المرتبط 2023/2024. ما زلنا مع الاعداد اعزائي المشاهدين. هجمات للاهلي وهجمات للزمالك.
اعتقد خلاص يعني لازال كابتن محمد جلال مراقب المباراه في يعني القاء التعليمات قبل تكمله المباراه اللي احدثها في الثواني الاخيره او في الدقائق الاخيره. تم استبعاد كوتش اوجوستي حوار ومداولات كابتن محمد جلال مع كوتش رامي ياسي المدرب العام للفريق النادي الاهلي. تسخين الفرقتين تبقي اقل من دقيقه على او دقيقه ونص تقريبا على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. النتيجه افكر حضراتكم للي لسه سمعنا حالا 43-34 لصالح النادي الاهلي. ما زلنا في انتظار استكمال المباراه. كابتن محمد جلال وتعليمات لاستكمال المباراة مراقب المباراة خروج الغير منصوص عليهم في القانون. أو غير المسموح ليهم بدخول المباراة. اعتقد في خروج فريق 18 سنه يخرج دلوقتي خارج الصاله. بيتم التعاون مع اداره الامن بنادي الزمالك خروج الغير منصوص عليهم في القانون او غير مسموح ليهم غير المسموح ليهم بدخول المباريات. النادي الاهلي يجري الاحماء ونادي الزمالك ايضا يجري الاحماء. صورة للاعبين النادي الاهلي وتعليمات كده من كوتش رامي الدياصي للمعداوي. تسخين لعمر الجندي وعمر زهران وكيجو وايضا مروان سرحان ومارك ستيفن. مارك ستيفن شارك في الكوارتر الاول لم يشارك في الكوارتر الثاني. قام بدوره في مركز صانع الالعاب او البوينت جارد كان ايهاب امين لكن نجح في تسجيل ثلاثيه وباسكت برصيد 5 نقاط في احداث الكوارتر الاول. تسخين اللاعبين في انتظار تكملة ما تبقى من احداث الفترة الثانية والكوارتر الثاني. إيهاب أمين يجلس هو عمرو زهران بالخارج. باقي الفريق يقوم بعمليات التسخين والإحماء. أبو النصر، مارك ستيفن، مؤمن خيري، مهيب، عمرو الجندي، كيجو، مروان سرحان ويوسف المعداوي، عمر طارق أيضا يجلس، علي وحيد يجلس أيضا. تتبقى 11 ثانية و7 أجزاء من الثانية على نهاية أحداث الكوارتر الثاني. 43-34 لصالح الأهلي والأهلوية. الموسم الماضي تقابل النادي الأهلي مع نادي الزمالك في فاينل الدوري في صالة هيئة قناة السويس واستطاع النادي الأهلي إحراز لقب كأس مصر على حساب نادي الزمالك وأيضا تقابلوا في السيمي فاينل السوبر في صالة برج العرب بالاسكندريه وايضا استطاع النادي الاهلي يتاهل الى الفاينل لملاقات الاتحاد وفاز بدوري
سوبر للموسم الماضي، ايضا معه فاز بالبال النسخة الثالثة والوصول الى كأس العالم للأندية في ماليزيا. انجازات السنيور اوجوستي منذ قدومه وتعاقده مع النادي الاهلي. ما زلنا في انتظار قرار كابتن محمد جلال مراقب المباراة. نزل الفريقين للتسخين في مشاورات كده وجلسة وحديث ما بين كوتش احمد الجرحي وكوتش رامي الدياصي وكوتش طارق غنام. كوتش اوجوستي او السينيور اوجوستي تم استبعاده من المباراة. فكر حضراتكم النهارده اولى مباريات الذهاب في دوري نهائي دوري المرتبط سيدات بين الاهلي وسبورتن المقام على صالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من اكتوبر. كل التوفيق باذن الله لملكات النادي الاهلي بقيادة الكوتش طارق خيري. كل التوفيق للكوتش طارق خيري وجهازه المعاون ولملكات النادي الاهلي. لازلنا في انتظار تنفيذ تعليمات الكابتن محمد جلال مراقب المباراة. يجو كابتن احمد المرتبط البنات الاهلي كسب 66-19. فاز فريق مرتبط البنات النهارده على نادي سبورتن بنتيجه 66-59 في المباراه الاولى، وتبقى مباراه الكبار اللي هتقام يعني في خلال 15 دقيقه من دلوقتي. الف مبروك لبنات النادي الاهلي الانسات بقياده الكوتش ماجد سلامه اللي فاز النهارده في المباراه الاولى بنتيجه 66-59. كل التمنيات طيبه للفريق بالحصول على دور المرتبط باذن الله والفوز والتتويج يوم الخميس القادم ان شاء الله. كابتن محمد جلال مراقب المباراه وحوار مع مروان سرحان لاعبي نادي الزمالك. خلاص هنرجع حالا للاستوديو للزميل العزيز هيثم السعيد ونعود لحضراتكم في بداية المباراة بإذن الله. حضراتكم من جديد، وزي ما حضراتكم شايفين توقفت المباراة لفترة غالبا عشان يعني اخراج كل من في الصاله. كان اتحاد السله اعلن انه اللي هيبقى متواجد في ارض الملعب فقط اعضاء مجلس اداره من ناحيتين، وزي ما قلنا الروح الرياضيه موجوده من اول المباراه والاحترام المتبادل موجود، ولكن زي ما حضراتكم شفتوا يعني اللي حصل والكوره اللي كان مستر اجوستي بوش كان ليه اعتراض عليها وهنعيدها لحضراتكم، وهسمع تعليق ضيوف يعني لو لا اسمح يعني الكنترول لو نقدر نعيد الكره الاخيره نتكلم عليها فنيا مع ضيوفي، وده دورنا كاستوديو تحليلي. وبرحب بضيوفي كابتن محمد سلعاوي للمره الثانيه. كابتن هاني عبد المنعم اهلا بحضرتك. اهلا بيك كابتن. يمكن كابتن سلعاوي الكره اللي اعترض عليها مستر اجوستي واللي كانت قبل توقف المباراه شايفها ازاي يا كابتن؟ انا شايفها ان هي اعتقد ان هي لمست اللوحه فتعتبر باسكت كاونت، ده اعتقادي الشخصي، لكن طيب. هو الحكم حسبها انها لسه طالعه او يعني لمسها والكره طالعه فحسبها كده. فاعتقد ان انا بس ليا كلمه بسيطه ان المباراه كانت كويسه، جو كويس، علاقات كويسه بين الاهلي والزمالك، ما كانش في اي داعي للتوتر، لكن اعتقد ان دي حاجه بسيطه وان شاء الله هتحل يعني في خلال ده. بص يعني احنا شايفين اهو كابتن طارق غنام واقف مع كابتن طارق السعيد رئيس جهاز الباسكت في نادي الزمالك، وكابتن طارق غنام مدير الفريق، يعني الروح كويسه يعني. انا ما كانش هو بس كان المفروض طالما اتحاد الباسكت قال مفيش جمهور يبقى كمبدا مفيش جمهور، اللي مسموح ليه مرتبط لانه لسه لاعب ماتش مرتبط الاهلي مرتبط الزمالك مسموح بيهم يمشوا. اللعبه هتتعاد يا كابتن هاني؟ اللعبه اهي بعد اذن حضرتك. ايوه لمست المربع هنا،
خليني بس نشرح للساده المشاهدين ان انت طالما الكره لعبتها من ايدك ولمست المربع مالكش الحق تلمسها تماما. تاني كابتن هاني اسمع تعليق حضرتك على اللعبه. بص هو هنا مصطفى كيجو هو حط الكره في البندا بس الكره يعني ما كانتش راح ناحيه الحلقه فهي دي الحته هي لمست. لا بس يا كابتن هي طالعه بعيده عن المربع الابيض. معلش يا كابتن مين يقدر يقول احنا شايفينها من الزاويه دي؟ ممكن من الزاويه الثانيه. الحكم اللي واقف الناحيه اللي هناك ده هو اللي شايفها. لمست المربع هي 50. لا هي لمست البنده بس مش راح ناحيه اللوحه. مفترض بقى هي تحت هي لسه ما اللوحة. بس هي تحت برضو تحت انا اللي اعرفه. هقول لك حاجه، ايا كان لا داعي ان انا يعني موضوع انا الماتش معايا ماشي انا اصلا انا مسيطر على المباراه. بس خلي بالك هي كان فيها كورتين ثلاثه قبل كده برضه كان فيهم كلام يعني برضو يعني احنا بنقول الراي وراي الاخر. يعني كان في كورتين ثلاثه فيهم كلام شك، فيمكن ده الاستشار يعني شويه كان مستر اجوستي. النهارده احنا ما شاء الله فرقتنا كانت نازله بتلعب الجيم زي ما قلنا كده بهدوء وبتلعب بـ بـ باداء عالي في كنترول، متحكمين في التيمبو بتاع الجيم، فرقنا في السكور، عملنا كل اللي احنا عايزينه. مفيش اي داعي ان انا اتعصب واطلع برا. احنا شايفين برضو يا كابتن محمد جلال مراقب المباراه اللي لابس طبعا كرافات بيحاول يخرج الجول. لا هو بيفضي الملعب عشان ننطلق المباراه لانه بس خليني برضو اوضح لحضراتكم ان مستر اجوستي بوش خد التكنيكال فاول الثاني فتم استبعاده من المباراه، مش هتلاقوه واقف على البنش، دي ما ظهرتش في الـ 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 الكاميرا يعني او في الاحداث كانت ناحيه الشمال والكلام ده كان على البنش. فمستر اجوستي بوش خد تكنيكال فاول تقريبا في تكنيكال فاول ثاني فتم استبعاده في المباراه وهو خارج. حصل بعض يعني الـ يعني التشاحن شويه كده مع بعض الجماهير اللي كانت موجوده، فيمكن هو ده السبب في ايقاف المباراه واضطر مراقب المباراه. الجماهير دي كانت موجوده لو حضراتكم شايفين في جمال واقف اهو لابس ازرق في وراه باب، الباب ده تحت المدرج، فكانت الجماهير موجوده في هذا المكان ومستر اجوستي بوش في طريقه انه يطلع المدرج. حصل الـ يعني التشاحن شويه او الاحتكاك مع بعض الجماهير في المربع ده، وده يفسر لكم ليه انه اللعيبه كلها كانت بتنادي يبص ايه اللي بيحصل، وامن نادي الزمالك تواجد في الحته دي بشكل جيد. بس احنا بناكد تاني ان في روح يعني روح رياضيه من اول المباراه، وانه طبعا يا كابتن هاني كانت الدنيا ماشيه كويس وكان في احترام متبادل. انا الحقيقه حتى اللاعبين كانوا بيسلموا على بعض. المفترض ان الزمالك هو اللي يكون متعصب مش الاهلي. احنا الحمد لله بقول لك ادائنا كان كويس. لا ادائنا في هدوء يعني من اول ثانيه في المباراه انت متحكم في ايقاع المباراه. بتروح تجيب باسكت، بتلعب ديفنس كاوي جامد، بتاخد الكور بتستحوذ على الكور منه وبتروح تحط باسكت براحه. فانت ما عندكش مشكله انك تكون متعصب. حتى لو الحكم غلط ما انا عندي فرق سكور اصلا موجود ولازم احافظ على هدوء. يعني نصيحتك للعيبه ان احنا كنا نحافظ على هدوء، نفضل في هدوءنا نفس التيمبو اللي احنا ماشيين بيه ده، والتركيز وكل الدنيا دي. ودي برضو من الحاجات اللي ممكن تخرج اللعيبه عن التركيز يعني انت دلوقتي يعني احنا زي ما قلنا احنا عندنا كفريق اهلي بدايه طيبه جدا جدا، بدا بدايه جيده جدا، استحوذنا على الكوره، فرضنا اسلوب لعبنا على 30 بونت في الشوط الاول لوحده. فرضنا اسلوب لعبنا او قدر مستر اجوستي بوش انه ينفذ او اللعيبه تنفذ له كل ما هو مطلوب. فالاهلي دفاعه كان جيد جدا. طب خلينا يعني خلينا نتكلم فنيا بقى، فرصه ان احنا رجعنا لوضع ان اللعيبه بدات تسخن تاني. شايف فنيا النادي الاهلي النهارده كان ازاي يا كابتن سلعه؟ وفي الفتره اللي اتلعبت وفاضل يمكن دقيقه ولا دقيقه ونص على الشوط الثاني، شايف الفتره الاولى والثانيه كان الاداء ايه؟ دفاع جيد جدا وهجوم وهجوم كان جيد برضو. ومسيطرين على المباراه، بفرض اسلوب لعبك على فريق الزمالك. الزمالك يعني انا كنت معتقد انه كان هيكون اشرس من كده، لكن نتيجه لفرض اسلوب لعبك هو الزمالك النهارده مش قادر يوصل لسله الاهلي بسهوله. الباسكت اللي بيجيبه بصعوبه. نعم، وخليني اقول برضو لا هو فاضل 11 ثانيه على شوط الفتره الثانيه. اتفضل يا كابتن. زي ما كابتن سلعاوي بيقول كده برضو، يعني انا من اول المباراه بقول لك ان فريق النادي الاهلي كعناصر افضل، يعني عناصر افضل مهاريا وعناصر افضل في ان هم بيلعبوا جيم الباسكتبول بطريقه احسن شويه. القضيه ملعب يعني لعبه كره السله لعبه اداء، فالنهارده اللي بيأدي بمجهود وبيأدي بجوه الملعب
بتركيز. حته انك تطلع عن اعصابك وتطلع عن شعورك دي بتطلعك بره التركيز وتخليك انت مش مركز. انما انت زي ما احنا لعبنا كده لعبنا الجيم بطريقه سهله ما فيهاش تعقيد، ودفاع وهجوم كنا الحمد لله بتلعب دفاع قوي، بتلعب دفاع قوي على الحلقتين، بتطلع منه بقى فاست بريك، ما فيش فاست بريك بتعمل سيت بلاي وانت واقف بتحرك الكوره بول موفمنت بتحط باسكت سهل. الزمالك لا على الناحيه الثانيه، فاللي كان لازم يكون متعصب هو نادي الزمالك مش الاهلي. وخلينا اقول برضو انه مروان سرحان كان كويس جدا، عمرو طارق كان كويس جدا، عمر طارق كويس، عمر طارق ابو النصر، اللعيبه النهارده كانت مديه اداء كويس جدا. يعني شايف النهارده ان احنا كنا في افضل حالاتنا بهدوء وبنفرق السكور اللي احنا عايزينه، بيسيطر على المباراه. اللعيبه اللي نازل زي اللي طالع ما حصلش دروب في اي تغييره، يعني مش اي دروب في اي حاجه، يعني لما طلع كيجو طلع عمر طارق نزل كيجو، مروان سرحان خرج، هي باين ان الفرقه يعني فرقه الاهلي اتدربت كويس وحافظين وجاهزين. يعني كل واحد حافظ هو بينزل عامل ايه، وهو كل واحد، واعتقد التركيز ده كان يدل على ان اللي قاعد بره بيشوف المباراه وبيركز فيها فبينزل يؤدي احسن حاجه. وده اهم حاجه بقى اللي جاي بعد التوقف ده، ان احنا نبقى بهدوء، التالت والرابع نرجع لهدوءنا، ترجع للهدوء وترجع لفرض اسلوب لعبك تاني على الفريق، وتستمر في الدفاع الجيد وتستمر في الهجوم الجيد. كابتن هاني، النادي الاهلي نجح حتى الان ان يوقف مفاتيح نادي الزمالك تماما؟ انا مش شايف عندهم مفاتيح خالص، ان يعني هم يعني السكور اللي حطوه برضو حطوه من محاولات فرديه، مستعجلين هم، ما عندهمش خبره برضو الولاد بتوع نادي الزمالك، متسربعين، وده اللي احنا متسربعين نتيجه ان احنا مهدين الجيم. ويمكن مايو كمان بره يعني مايو النهارده انت عامل هيد فينس كويس، انت عامل هيد فينس كويس عن طريق ابو النصر وعن طريق عمرو زهران، يعني مايو عامل هيد فينس كويس، وهو رقم 32 مايو ده هو يعني مفتاح لعبه، وعمر هشام برده نفس القصه، انت عامل هيد فينس كويس. فان النهايه ان انت هو مش متمكن من الجيم، هو بيحاول وبيصطدم بالديفنس بتاع النادي الاهلي، فبيحاول يجتهد بيطلع بيعمل اي حاجه، فتلاقي مثلا واحد زي احمد اسماعيل بيقف يشوط ثلاث اربع شوطات تاتا بونت، لانه بيلعب اوت اوف سيستم، انت حاطه اوت اوف سيستم، انت مطلعه بره مكانه. طب خليني برضه اتكلم ان كابتن مرعي بدا المباراه بترابات على البوينت جارد، يعني هو مع كان اول باصه بتطلع من البوينت جارد او على البوينت جارد نفسه كان بيروح تراب، وده كان نظام الدفاع اللي بيلعبه كابتن مرعي دايما حتى لما كان في الاتحاد الاسكندريه بيحط. بس ده الحقيقه يعني نادي الاهلي حافظه فكسره عن طريق خلى واحد على الهاي اي بوست وفي واحد في الكورنر، فبدا يتعمل تراب يتباص لاي بوست تنزل الكورنر وخد منها مروان سرحان الكره دي. وكنا موفقين في الثري بوينت النهارده، مروان سرحان خد كورتين ثلاثه بونت جدا من ضرب التراب ده. يعني اقصد اقول انه هو اعتقد المدربين بقى في مصر يا كابتن هيثم قريبين بعض. بس اقول لك على حاجه كابتن مستر اجوستي، يعني بامانه مش هتعرف تقراه قوي، يعني برضو ما فيش سيستم، يعني سيستم هجومي بشكل فجأة، او ما فيش خطط ثابته واحد واثنين كنا بنلعبها زمان دي يا كابتن، صح ولا لا؟ انا ما بشوفش المستر اوجوستي عنده حاجه في الاوفنس يعني بصراحه، يعني تقدر تعمل عليها، هو بيلعب ديفنس كويس، احنا بنتميز في الديفنس، انما في الاوفنس طيب. احنا كابتن بتهيالي لحظات بيبلغوني كده احنا قربنا يا جماعه، طب نجيب الصوره في ارض الملعب. طيب خلينا نشوف، خلاص بتهيالي لحظات وتنطلق المباراه، خلاص الصاله فضيت زي ما حضراتكم شايفين، الحكام بدات تنزل لارض الملعب، فريق نادي الزمالك الخمسه اللي هيكملوا موجودين، الخمسه اللي في نادي الاهلي هم بداوا يغادروا البنش وبداوا يتوجهوا على اللاين. خلينا نروح لارض الملعب ومعلقنا الكابتن احمد مناع عشان نستأنف ال 11 ثانيه والاجزاء المتبقيه من عمر الفتره الثانيه. اليك الكلام يا احمد. لا هتقع كان تاني. اعزائي المشاهدين، لتكمله ال 11 ثانيه وست اجزاء من الثانيه متبقيه على احداث الكوارتر الثاني، استبعاد الكوتش اوجوستي بعد ما اخذ اثنين تكنيكال فاول، في فاول دلوقتي وهنشوف الست رميات لصالح نادي الزمالك. احمد ياسر على تنفيذ الفري ثرو الاول، 43 34 لصالح النادي الاهلي، فري ثرو اول نجح لاحمد ياسر، فري ثرو ثاني تكنيكال فاول الثاني،
ينجح ايضا في التسجيل. اوجيمايو على الفاول كده 2 تكنيكال فاول ب 2 بوينت، وادي الفاول لاوجيمايو ينجح في التسجيل ايضا، والفري ثرو الاخير يعني هو كل اللعيبه لاوجيمايو لا يسجل. اذا تصبح النتيجه 43-37 والحيازه لصالح نادي الزمالك. 11 ثانيه وسبع اجزاء من الثانيه. ايهاب امين، ابو النصر، مروان اكيجو، وعمر زهران، ويوسف المعداوي، ده خماسي النادي الاهلي، خالد وليد عبد الجواد، احمد ياسر، معاذ ايمن، واحمد اسماعيل. معاذ ايمن يعدي السكرين، حاول يلعب 1-1 يروح ويوصل لكن لا ينجح في التسجيل. كيجو يعمل ديفنسيف ريباوند، لكن احمد اسماعيل في الاخير اوفنسيف ريباوند. كيجو كيجو لسه كيجو لابو النصر، ابو النصر يشوط لكن في الاخير تنتهي معها احداث صافره انتهاء الكوارتر الثاني بتقدم النادي الاهلي 43-37. صراحه ما بين اعزائي المشاهدين ما بين الكوارتر الثاني والثالث، نعود اليها سريعا الى الكابتن هيثم السعيد وضيوف الكرام. كابتن هيثم اليك الميكروفون. رجعنا تاني اعزائي المشاهدين لتكمله ال 11 ثانيه وست اجزاء من الثانيه متبقيه على احداث الكوارتر الثاني. استبعاد الكوتش اوجوستي بعد ما اخذ 2 تكنيكال فاول، في فاول دلوقتي وهنشوف الست رميات لصالح نادي الزمالك. احمد ياسر على تنفيذ الفري ثرو الاول 43-34 لصالح النادي الاهلي. فري ثرو اول نجح لاحمد ياسر. فري ثرو ثاني، تكنيكال فاول الثاني ينجح ايضا في التسجيل. اوجيمايو على الفاول كده 2 تكنيكال فاول ب 2 بوينت، وادي الفاول لاوجيمايو ينجح في التسجيل ايضا، والفري ثرو الاخير يعني هو كل اللعيبه لاوجيمايو لا يسجل. اذا تصبح النتيجه 43-37 والحيازه لصالح نادي الزمالك. 11 ثانيه وسبع اجزاء من الثانيه. ايهاب امين، ابو النصر، مروان اكيجو، وعمر زهران، ويوسف المعداوي، ده خماسي النادي الاهلي، خالد وليد عبد الجواد، احمد ياسر، معاذ ايمن، واحمد اسماعيل. معاذ ايمن يعدي السكرين، حاول يلعب 1-1 يروح ويوصل لكن لا ينجح في التسجيل. كيجو يعمل ديفنسيف ريباوند، لكن احمد اسماعيل في الاخير اوفنسيف ريباوند. كيجو كيجو لسه كيجو لابو النصر، ابو النصر يشوط لكن في الاخير تنتهي معها احداث صافره انتهاء الكوارتر الثاني بتقدم النادي الاهلي 43-37. صراحه ما بين اعزائي المشاهدين ما بين الكوارتر الثاني والثالث، نعود اليها سريعا الى الكابتن هيثم السعيد وضيوف الكرام. كابتن هيثم اليك الميكروفون. سيدات والسادة مشاهدي ومتابعي ومحبي كرة السلة في كل مكان، أقول لكم الرياضي أحمد مناع يحييكم مرة أخرى وأحداث الكوارتر الثالث بين الأهلي والزمالك، ديربي كرة السلة المصرية. الحيازة لصالح نادي الزمالك. معاذ أيمن، أحمد عزب، هنشوف الستارت لاين أب للكوتش أوجوستي والستارت لاين أب للكوتش أحمد مرعي. طبعا شاهد الثواني الأخيرة في أحداث الكوارتر الثاني، خروج كوتش أوجوستي ب 2 تكنيكال فاول واستبعاده من المباراه. معاذ ايمن وعلي حجازي، احمد عزب، خالد عبد الناصر، اوجيمايو، ده خماسي النادي الزمالك، مارك ستيفن يعود الى ارض الملعب، ايهاب امين، وعمرو زهران، مروان سرحان، وعمر طارق. في بدايه الهجمه علي حجازي يسلم لخالد عبد الناصر، هندوف على طول مع اوجيمايو. مايو ياخد البيك اند رول ويسلم لعبد الناصر على اوبن شوت 3 بوينت، اولى الثلاثيات لصالح نادي الزمالك. ده الفارق الى 3 نقاط لصالح الاهلي والاهلاويه. مارك ستيفن في بدايه الهجمه لنادي الاهلي. مارك لسه مارك ستيفن يمتلك الكره، يسلم على طول عمر طارق، لكن هنا في فاول وخطا شخصي على اوجيمايو.
نتمنى الا تكون الاحداث مؤثره على تركيز لاعبي النادي الاهلي ان شاء الله. استمر تركيزهم وادائهم الراقي في احداث الكوارتر الاول والثاني. نشوف كابتن وائل ابراهيم هيدي قرار ايه. شوف مره ثانيه اللعبه. هنا اوجيمايو خد عمر الطارق ونزل بيه. شوف قرار فاول وخطأ شخصي على اوجيمايو والاوتسايد لصالح النادي الاهلي. ثلاث نقاط هو الفارق بعد كان اتساع الفارق الى 13 نقطه لصالح نادي الاهلي. ايهاب امين في الاستلام، ايهاب على الاوبن شوت 3 بوينت لكن لا ينجح في التسجيل. حجازي على طول ديفنسيف بولال يسلم لاحمد عزب. احمد عزب يقلب الملعب على طول ليه معاذ. معاذ في الكيك اوت لاحمد عزب مره ثانيه مع مارك ستيفن. مارك ستيفن في الدفاع 1 مان تو مان. اوجيمايو يتولى الكابتن حمدي زهران. اوجيمايو في الفلوتر شوت يروح ويوصل وينجح في تسجيل نقطتين. خمس نقاط سجله من نادي الزمالك عن طريق 3 بوينت و 2 بوينت. اوجيمايو ده الفارق الى نقطه واحده. الباك بيعمله نادي الزمالك. مارك ستيفن في بدايه الهجمه من كمان نادي الزمالك. مارك ستيفن ده سكرين على الطارق مروان سبحان. مروان سبحان لكن هنا في اوفنسيف فاول ولا هنا في اوفنسيف فاول على عمر طارق. عمر طارق كده كانت الاخطاء الشخصيه، ثالث الاخطاء الشخصيه عمر طارق. هل كوتش احمد جرحي اللي واقف دلوقتي مكان السنيور اوجستي هيجري تغيير بنزول كيجو مكان عمر طارق يحافظ عليه في الفترة الرابعة والكارت الرابع؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي من الكوتش احمد الجرحي. يضغط النادي الاهلي. احمد عزب مع مارك ستيفن في المان تو مان. خرج فعلا عمر طارق زي ما قلت لحضراتكم ونزل كيجو. معاذ ايمن ياخد سكرين عد عكس السكرين ياخد الريد سكرين يطلع على طول ليه خالد عبد الناصر هندوف مع اوجيمايو لكن يهوش كده ويروح هو عكس السكرين ويروح على الباسكت لكن هنا في الفولو دانك والاوتسايد لصالح النادي الاهلي. لما اتعود كده البورد يعني خرج من مكانه خرج من مكانه كده فيتم ايقاف المباراه الحين يعني تعديل البورد مره ثانيه. شوفوا مره ثانيه ادي خالد عبد الناصر ادي الفولو دانك هنا من علي حجازي اللي اتشعلق في الكوره اللي اتشعلق في الحلقه عفوا. فتم خروج البورد عن المكان الصحيح لي. طيب اللي ما كانش متابعنا انتهت احداث الكوارتر الاول 30-18 ثم انتهت احداث الفتره الثانيه والكوارتر الثاني 43-37 وزي ما حضراتكم شفتوا في الاستوديو التحليلي اسباب ايقاف او حصول السنيور اوجوسي على 2 تكنيكال فاول واستبعاده من المباراه والاحداث اللي حصلت. لكن خلينا مع المباراه اللي هتكمل بطريقه طبيعيه ان شاء الله. مروان سرحان يطلع الاوت لابو النصر. ابو النصر لمارك ستيفن. مراد عمرو زهران نزل محمد ابو النصر. مارك يسلم لابو النصر. مارك ستيفن مره ثانيه سكرين من كيجو. مارك ستيفن يعمل درايف يعلق البيك اند رول مع كيجو. كيجو يوصل على الباسكت لكن يحصل في الاخير على فاول وخطا شخصي من علي حجازي لاعب نادي الزمالك. اضطراب النتيجه الى فرق النقطه لصالح النادي الاهلي. ماذا قال كوتش اوجوستي ما بين احداث الكوارتر الثاني والثالث وماذا قال ايضا الكوتش احمد مرعي في احداث ما بين احداث الكوارتر الثاني والثالث. فكر حضراتكم مرتبط سيدات النادي الاهلي تحت 18 سنه فاز امام سبورتنج بنتيجه 66-59 كيجو فري ثرو اول غير موفق. مبروك لبنات 18 سنه وادي فري ثرو ثاني لكيجو ينجح في التسجيل. وخلاص انطلقت مباراه الاهلي وسبورتنج في سلسله او الفاينل المباراه الاولى في الفاينل للسيدات في دوري المرتبط 2023-2024. هندوف سريع كده مع معاذ. معاذ يروح الدرايف على الباسكت لكن ما نجحش في التسجيل لين مره ثانيه لكن بلوك ولا اروع من مارك ستيفن. ايهاب امين ياخد الكره يعدي والباسكت حلو قوي لكن بلوك كان اروع من علي حجازي. سلم كده ايهاب
لكيجو لك البلوك كان من حجازي على طول يروح احمد عزب ويوصل باسكت وينجح في الحصول على خطأ شخصي وفاول من مروان سرحان والتو شوتس لصالح احمد عزب. احمد عزب في بدايه الهجمه في الاول زاويه راح هو عدى من مارك ستيفن وصل بلغه الباسكت كده طلع فوق الكل ووصل لكن ما ينجحش في التسجيل ومروان سرحان يرتكب معاه خطأ شخصي وفاول وتو شوتس لصالح احمد عزب. مارك ستيفن كده بيحمس البدلاء يقوم يتكلموا في الديفنس. عزب على الفري ثرو الاول. ده ينجح في التسجيل. فري ثرو تاني لاحمد عزب. شقيق عمر عزب يجلس بين بدلاء النادي الاهلي او خارج تشكيل النادي الاهلي اليوم. عزب على الفري ثرو الثاني ينجح في التسجيل. ثلاثة واربعين اربعة واربعين سبع دقائق 15 سنة متبقية على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. مارك ستيفن في بداية الهجمة. مارك جاب سكرين من كيجو عدى في الري سكرين مرة تانية يقف مارك ويحاول يعمل بنتريشن الكيك اوت في البيز لاين عند مروان سرحان بثلاثة بونت لكن لا ينجح في التسجيل. كيجو في الاوفنسيف باوند ويحاول ياخد الكرة كده ويطلع الباسكت لكن اوجي ماي يعمل الستيل ويعدي اوجي ماي خالد عبد الناصر لكن بلوك ولا اروع من مروان سرحان يسلم لإيهاب أمين. إيهاب يطلع بالملعب يروح إيهاب لسه إيهاب ضد فيتس 2 3 نادي الزمالك. مارك ستيفن لكن قرار صحيح طبعا معاذ أيمن يرتكب فاول كده مع مصطفى كيجو. أدي البلوك الروعة من مروان سرحان لخالد عبد الناصر بدون فاولات أوفنسيف ديفنسيف ريباوند على طول من كيجو وأدي الخطأ الشخصي لكيجو. فاول وخطا شخصي على معاذ ايمن واعتقد في تكنيكال فاول على نادي الزمالك معرفش اتجاه مين تحديدا لكن هو على نادي الزمالك. معاذ ايمن يخرج في مشاورات تاني ما بين كوتش احمد مرعي وكابتن وائل ابراهيم. مارك ستيفن على التكنيكال فاول رمية وحيازة لسه كابتن ايني فري ثرو اول مارك ستيفن. لا يسجل كده التكنيكال فاول الاول. تكنيكال فاول ثاني يسجل ايضا والحيازه للاهلي والاهلي. فاول شوتين واحده من المهارات التي تؤدى بدون ضغوطات في بعض الاحيان. مارك ستيفن والاوتسايد للاهلي خرج معاذ نزل عمر هشام من نادي الزمالك. ايهاب امين يحاول يستلم ايهاب ياخذ سكرين من كيجو. ايهاب لسه الكره مع ايهاب يسلم لابو النصر. ابو النصر واوجي مايو. ابو النصر بالفيك يروح ويوصل بالشمال وينجح في حصوله على خطا وفاول لصالح ابو النصر واللي بيرتكب الفاول معاه هو عمر هشام رقم اربعه من نادي الزمالك. سلامات لابو النصر. فارق النقطه 44 43 لصالح النادي الاهلي. ادي الفيك وادي الدرايف وادي الوصول وادي الفاول من عمر هشام. زي ما قال كوتش او كابتننا الكبير كابتن محمد سلعوه واحد من الجنود المجهوله التي اللي بتحافظ على مستواها ومؤدي سنين بمستوى ثابت محمد ابو النصر. ابو النصر والفري ثرو الاول ينجح في التسجيل يوسع الفرق الى نقطتين. فري ثرو ثاني ابو النصر. ينجح ايضا في التسجيل يوسع الفرق الى ثلاث نقاط 46 43 ست دقائق 26 ثانية على انتهاء احداث الكوارتر الثالث. وليد عبد الجواد يعود الى ارض الملعب مره ثانيه. وليد يسلم لعبد الناصر. اوجي مايو بالهاند اوف على طول مع عبد الناصر.
يعدي اوجي مايو لعمر هشام يسلم الوليد عبد الجواد في البيس لاين وليد في البنتريشن لكن يتراجع ويوصل تاني على ال 45 يوصل ويعدي ويطلع كيك اوت عمر هشام عمر هشام عبد الناصر عطاء له يروح بشماله ما يسجلش ينجح على طول للبوب ايهاب امين في الديفنسيف ريباوند ايهاب في الاول زاوية ايهاب ايهاب راح ايهاب وصل ايهاب لكن هنا مخالفه المشي الكره على ايهاب ووكن وترافلنج على ايهاب امين وتيرن اوفر جديد على النادي الاهلي كوتش احمد الجرحي هو من يتولى قياده القياده الفنيه الان في النادي الاهلي بدلا من السنيور بس عمر هشام في الميديم شوت لكن ووك ومخالفه المشي بالكره قرار صحيح عمرو الجندي في التغيير طبقا لتعليمات الكوتش احمد الجرحي خرج ايهاب امين نزل مكانه عمرو الجندي احمد عزب يعود ايضا الى ارض الملعب في تغيير جريت كوتش احمد مرعي هتشوف مباراه جوه الملعب هتشوف مباراه ثانيه خالص بره الملعب مارك ستيب عدى مارك بني بالسكرين لسه مارك 3 بوينت لمارك مارك على 3 بوينت لكن لا ينجح في التسجيل يحاول معاه ابو النصر لكن اوجي ماي يحسم الجدل على طول ويسلم لعزب عزب في الاول زاويه طلع الكيك اوت على طول لوليد عبد الجواد لعزب مره ثانيه في البيز لاين مروان سرحان يقف في الفلوتر شوت لكن لا ينجح في التسجيل يلم ثاني تخبط في عبد الجواد كده او خالد عبد الناصر وبتطلع اوت سايد لصالح نادي الاهلي على علي حجازي اعتراض خلينا مع الحكم نشوف بس التكنيكال يعني هيحصل ايه مش تكنيكال كابتن ايني يوجه تحذير الى علي حجازي 46 43 خمس دقائق وانتصاف احداث الكوارتر الثالث خمس دقائق 19 ثانيه متبقيه مارك ستيفن وضغط من نادي الزمالك على النادي الاهلي مارك عدى مارك ستيفن ده سكرين عدى على طول عكس السكرين درايف على طول 1 1 كيك اوت لمروان سرحان مروان لسه الكره مع مروان عمرو الجندي عمرو في الاوبن شوت 3 بوينت عمرو الجندي بثلاث نقاط يوسع بيهم الفارق الى ست نقاط مره ثانيه عمرو الجندي عمرو الجندي في المكان والميعاد المظبوط ينجح في اضافه ثلاث نقاط اوجي مايو في البيس لاين لكن بلوك الاروع من ابو النصر ابو النصر دفاع مقاتل دفاع دفاعين وادي ميديم شوت لكن مروان سرحان ديفنسيف ريباوند يسلم لعمرو الجندي يبدا الهجمه عمرو الجندي ست نقاط التسع الفارق مره ثانيه عمرو في الدرايف عمرو والباص ولا اروع من ابو النصر والباسكت حط يا راجل حط يا راجل باسكت ولا اجمل من مصطفى كيجو ينجح بتمريره من السحريه اسيست روعه الروعه من ابو النصر لكن بدايه الهجمه من اولها حلوه عمرو الجندي ينجح في الاختراق الباك دور على طول ادي 3 بوينت لكن باك دور لابو النصر ابو النصر يستغل ان الناس لمت عليه وادي فاول مره ثانيه و لابو النصر اللي بينجح انه ياخد الفاول من احمد عزب بتو شوتس رميتين لابو النصر نشوفه مره ثانيه ادي مارك ستيفن وادي ابو النصر قاطع وادي الفاول وادي التو شوتس لصالح ابو النصر تو شوتس اوجي مايو وعلي حجازي يخرجوا معاهم عمر هشام ينزل احمد اسماعيل متواجد خالد عبد الناصر ايضا ابو النصر هو الفري ثرو الاول ينجح في التسجيل يوسع الفارق الى 52 43 8 نقاط ابو النصر فري ثرو ثاني لا يسجل يلم احمد اسماعيل يحاول معاه ابو النصر كده لكن في الاخير وليد عبد الجواد يستلم يبدا الهجمه وليد من نادي الزمالك وليد دفاعات للنادي الاهلي 1 2 2 يقلب على 2 3 خالد عبد الناصر في الميديم شوت ما ينجحش في التسجيل عمرو الجندي يحاول معاها ينجح في الحصول عليها لكن كانت رجليه دايسه على اللاين والاوت سايد لصالح نادي الزمالك اوت سايد للزمالك كوتش احمد الجرحي هو من يتولى القياده الفنيه الان بعد خروج او السبعات كوتش اوجوستي احمد عزب يطلع الاوت يسلم لعبد الجواد وليد عبد الجواد قادم من نادي الجزيره زون ديفنس النادي الاهلي 2 3 وليد عبد الجواد مره ثانيه معاذ ايمن يعود الى ارض الملعب خالد عبد الناصر تحت لاحمد اسماعيل احمد اسماعيل بيحاول تركز على الباسكت في الباور لاب لكن ما بينجحش في التسجيل كيجو على طول ينجح في الديفنسيف ريباوند يستلم مارك ستيفن يبدا الهجمه مارك يسلم للجندي الجندي وثلاثات الجندي الجندي لكن ما ينجحش في التسجيل يلم على طول احمد اسماعيل يبدا الهجمه عن طريق وليد عبد الجواد يعود الاهلي الى زون ديفنس 2 3 ليه عزم عزم على الهاي بوست لاحمد اسماعيل قطع له
عزب لكن ما بيرجعش في التسجيل. دفاعات قويه من النادي الاهلي. ابو النصر يسلم لمارك، مارك ستيفن على 3 بوينت ما ينجحش ايضا في التسجيل. كيجو في الاوفنسيف ريباوند، طلع لبره كيجو كيك اوت لكن تيرن اوفر روبرت باس يستلم على طول. معاذ ايمن، معاذ يروح ويروح لكن هنا في فاول في الاخير من مروان سرحان على معاذ ايمن. تو شوتس لمروان سرحان. الستيل من معاذ هو بيفصل بيك. شوف مره ثانيه وادي الفرق. تو شوتس لمعاذ ايمن. احمد منيب يستعد، وهاب امين يجري التغيير الان. معاذ ايمن والفري ثرو الاول ينجح في التسجيل. فري ثرو ثاني لمعاذ ايمن. لا يسجل. مروان سرحان ديفنسيف ريباوند ولا اروع. يسلم مارك ستيفن، يهدى مارك ستيفن في السيت بلاي ويلعب. يبدا هجمته السيت بلاي النادي الاهلي. عمرو الجندي سكرين من كيجو يسلم لابو النصر تحت الباسكت لكيجو في الوان ان وان مع اوجي مايو. كيجو لعبته طلع كيك اوت لمروان سرحان يلحق قبل الكره ما تطلع اوت لابو النصر. ثلاث كات ابو النصر 3 بوينت لابو النصر لكن ما بينجحش في التسجيل. احمد عزب ديفنسيف ريباوند ويطلع بالملعب. يجري احمد عزب ويطلع كيك اوت لمعاذ. معاذ لسه الكره مع معاذ. يسلم لاحمد اسماعيل، قلب النادي الاهلي مان تو مان. اسماعيل على الميديا بشوط ما بينجحش التسجيل. تخبط في ايد احمد ياسر. يعني قرار كابتن وائل ابراهيم بيقول اوتسايد على النادي الاهلي. هنشوفه مره ثانيه. خرجت يعني قرار كابتن وائل ابراهيم انها اوتسايد على الاهلي. يخرج محمد ابو النصر، ينزل عمرو زهران. يخرج هنشوف حد خرج تاني ولا لا. ايهاب امين يعود ارض ايضا الى ارض بدل من عمرو الجندي. احمد عزب في بدايه الهجمه 14 ثانيه جديده، تبقى 10 ثواني. احمد ياسر في الاوبن شوت لعمرو زهران. عمرو الجندي متواجد. ديفنسيف ريباوند على طول مارك ستيفن. مارك على طول للبوب ايهاب امين. ايهاب 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 طلع كيك اوت لعمرو الجندي. عمرو الجندي لسه نادي الزمالك مان تو مان. جندي السكرين مع كيجو يسلم لعمرو زهران للجندي مره ثانيه. الجندي في الدرايف 1 ان 1 راح الجندي وصل الجندي بشماله الجندي ما ينجحش. سكند شانس ثاني حاضر عند كيجو اللي ينجح في تسجيل 2 بوينت جديده يوسع الفارق الى 10 نقاط مره ثانيه. 10 نقاط جديده في تالق واضح لمصطفى كيجو في بدايه احداث الكوارتر الثالث. وادي كات ودنك ايهاب امين ينجح في تسجيل نقطتين كمان عشان يعلي الفارق الى 12 نقطه لصالح النادي الاهلي. يعود كما بدا النادي الاهلي في بدايه احداث الكوارتر الاول اللي انتهت بنتيجته 12 نقطه. عشان كوتش احمد برع على طول يطلب تايم اوت لصالح نادي الزمالك. هذه الكره مره ثانيه، هذه الستيل من ايهاب امين. ايهاب امين يروح خالص منفردا بالباسكت ويحط الدنك الشهير بتاعه. دنك ايهاب امين. تايم اوت يطلب الكوتش مرعي. تعالوا نسمع التعليمات ونستمتع بالقعدة. تايم اوت اللي طلبه كوتش مرعي. الأخيرة لكوتش أحمد جرحي للاعبي النادي الأهلي. 56 44 فرق 12 نقطة. فوز النادي الأهلي في دوري المرتبط تحت 18 سنة بفوز كوتش محمد أشرف 72 56 قبل هذه المباراة. وفوز أيضا بنات الناشئات 18 سنة بقيادة كوتش ماجد سلامة في نهائي دوري المرتبط أمام سبورتنج 66 59. نعود إلى أرض الملعب والمباراة. عزم هندوف على طول مع معاذ ايمن. ايهاب امين يتولى رقبته، عدى معاذ ايمن قبله.
يتجاوز احمد ياسر. احمد عزف لكن في الاخير الكوره هنا هنقول ايه كابتن عيني، لكن في اصابه لاحمد عزب، سلامات لابو حميد. احمد عزب وهجوم منتخب مصر ونادي الزمالك طبعا قادم من سموحه مع اخوه عمر عزب. الكوره لمس هنا كيجي هو اول مره يلعب اعتقد هنا اول مره يلعب. فين ورا ممكن نشوف قرار كابتن عيني فعلا الباص على طول كده لمعاذ ايمن يرفع الكرة على طول معاذ في الثواني الاخيره ويشوف كمان لكن الكرة لاعبي الزمالك وبتطلع اوت سايد لصالح النادي الاهلي. مارك سيفن يسلم لعمرو زهران لمارك سيفن مره ثانيه. اخر دقيقه او متبقى اقل من دقيقه على انتهاء احداث الكوارتر الثالث. مارك سيفن لعمرو الجن عمرو يقلب الملعب على طول عمرو زهران. عمرو زهران في درايف من جوزاي من ميدل يروح وينجح وياخد فاول على اوجي مايو رقم 32 و في استراد كابتن وائل ابراهيم. اوجي مايو بوش وتو شوتس لصالح عمرو زهران. الانسايد هو الفلسفه للكوتش اوجوستي. زهران على الفري ثرو الاول ينجح في التسجيل. بيسلو تاني لعمرو زهران يوسع الفرق الى 13 نقطة. حاول عبد الناصر يجري تغيير مكان علي حجازي ده اللي هتيجي دلوقتي. فعلا خالد عبد الناصر مكان علي حجازي والفري ثرو تاني ناجح من عمرو زهران. علي حجازي يخرج وخالد عبد الناصر يدخل في تغيير البريك كوتش احمد عزب. احمد عزب في بداية الهجمة مارك ستيفن يتولى الطبخة. مان تو مان النادي الاهلي ضغط على احمد عزب. واحد من مفاتيح لعبه نادي الزمالك احمد ياسر واوجي مايو اهم مفتاح لعبه نادي الزمالك واوجي مايو. الفي كاندرون بيطلع على طول لمعاذ حاضر على طول روعه من عمرو الجندي اللي بيحصل على فاول واعتقد هنا الان سبورتسمان لايك فاول على نادي الزمالك. هنشوف دلوقتي خلينا مع الحكام نشوف قرارهم ايه. خرج معاذ من نادي الزمالك هنشوف تو شوتس اعتقد هنا تم احتساب. هل تم احتساب الان سبورتسمان لايك فاول؟ لا بيقول انا سبورتسمان لايك فاول طبقا لاشاره كابتن وائل ابراهيم انا سبورتسمان لايك فاول. في تغيير لو زملائنا في الاعداد يعني نلقي نظره على لوحه التسجيل داخل الملعب نعرف التايم قد ايه. ابو النصر يعود الى ارض الملعب مره ثانيه. عمرو زهران والان سبورتسمان لايك فاول لعمرو الجندي. الجندي 58 44 58 44 ما زالت. فري ثرو اول غير ناجح 18 ثانيه متبقيه. والفري ثرو الثاني ايضا غير ناجح 18 ثانيه متبقيه وجزئين من الثانيه. تقدم النادي الاهلي بنتيجه 14 نقطه لصالح الاهلي والاهلاويه. ايهاب امين خرج مارك ستيفن نزل مكان ابو النصر. ايهاب مركز البوينت جارد صانع الالعاب رقم واحد. ايهاب البوب 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 لسه البوب درايف البوب وصل البوب راح البوب لكن لم ينجح. كيجو يحاول مره ثانيه. ابو النصر في السكند شانس ينجح قبل الباسر تايم بتسجيل نقطتين يعلي الفارق على طول الى 16 نقطه عشان يجعل النتيجه 60 44. انتهى احداث الكوارتر الثالث. عايزين نشاهد بدايه الهجمه من عند ايهاب امين البلوك من خالد عبد الناصر المحاوله والتراي من عند ابو النصر. ابو النصر في الثانيه واللحظه الاخيره مع الباسر تايم ينجح في تسجيل نقطتين يعلي الفارق الى 60 44. انتهاء احداث الكوارتر الثالث. احداث الكوارتر الاخير والفتره الرابعه والكوارتر الرابع تقدم النادي الاهلي 60 44. الحازه الاهلي والاهلاويه عمرو الجندي لعبها مين ابو النصر بيجو وعمرو زهران. بدايه الهجمه عن طريق عمرو زهران في البيز لاين من الاوبن شوت لا ينجح في التسجيل. سكند شانس حاضر على طول عند مصطفى كيجو. تبدا الهجمه عن طريق البوب ايهاب امين. ايهاب لسه ايهاب يقلب على طول لابو النصر. ابو النصر في السكرين بيك اند رول مع كيجو. كيجو تراي على الباسكت لكن ما بينجحش. تراي ثانيه لكيجو على الباسكت لكن ايضا لا ينجح. يخطف على طول عمرو زهران يطلب الهدوء في الملعب وبدايه الهجمه مره ثانيه. عندك 14 ثانيه يسلم على طول او زهران يروح بالدرايف ينجح في التسجيل. الكاونت لاند 1 والفاول لصالح عمرو زهران. الكاونت لاند 1
نشوفها مره ثانيه. درايف على طول من عمرو زهران مع خد الاكشن، الصفاره طلعت بالفاول، الكاونت والاند وان لعمرو زهران. خرج احمد ياسر، نزل خالد عبد الناصر او علي حجازي، عفوا خالد عبد الناصر، علي حجازي وجمايو، وليد عبد الجواد، وهنشوف مين الخامس لنادي الزمالك. اند وان لعمرو زهران ينجح في التسجيل، يعلي الفارق الى 63 44. وليد عبد الجواد يبدا الهجمه لنادي الزمالك. وليد يتولى خطه، ايهاب امين يقلب على طول لخالد عبد الناصر، عمر هشام الخامس ياخد سكرين، يعمل الدرايف 1 1 قبل كيزو يروح، فاول على كيزو، اختار راحه رياضيه او كيزو كده، لكن هو فاول قرار صحيح. شوفها مره ثانيه، خد السكرين عمر هشام، راح في الدرايف نزل ايده، فاول مظبوط، قرار سليم. تو شوتس لصالح عمر هشام. اول عمر ينجح في التسجيل. 63 45 لصالح نادي الاهلي. 9 دقايق اول دقيقه فاتت كده. اسمي تاني عمر هشام ينجح ايضا في الحكم. تغيير نزل معاه زعيم، نزل مكان مين؟ الزمالك ولا نادي الاهلي ولا الاهلاويه؟ كان اوجينيو هيتولى مهام البوينت جارد، هو ايهاب امين، سلم على طول عمرو زهران، ايهاب امين مره ثانيه، عمرو الجندي وسط سريع من النادي الاهلي، ايهاب امين يلا سكرين على طول من يقف ايهاب على 3 بوينت ايهاب، لكن ينجح في التسديد، تيجي سكند شانس رو بعد الرو، سلم لعمرو الجندي الاكسترا باص على 3 بوينت، ينجح في التسديد، يلم على طول خالد عبد الناصر ويطلع اوت ليت على طول ليه؟ علي حجازي اللي بيروح على الباسكت لكن يسجل، ديفنسيف ريباوند حاضر على طول من كيجو، كيجو يسلم لعمرو الجندي، عمرو الجندي يهدم الملعب، عمرو الجندي يهدم الملعب، يدور على ايهاب امين يمسك الملعب، ايهاب امين يسلم الملعب فعلا، ايهاب لسه معاه، عمر هشام ياخد سكرين من كيجو، ايهاب وادي الباص يجيب اندجو، روعه الروعه، كمل بقى يا كيجو، حط الباسكت، بصه جايه حلوه من زهران لكن الاخير يضيعها، وليد عبد الجواد اول ذا واي يلف ويرتكز ويشوف لكن لا ينجح في التسجيل، علي حجازي السكند شانس طلع كيك اوت على طول ليه عمر هشام لكن على طول ما ينجحش في التسجيل، تيجي يلم الديفنسيف ريباوند ويسلم لعمرو زهران يفضل يلعبها بعد 8 ثواني، عمرو زهران لعمرو الجندي، ايهاب يبدا الخطه المتفق عليها، ايهاب في السيت بلاي يسلم للجندي، الجندي في ال 1 1 جندي يحاول يعدي لعمرو زهران، اوبن شوت 3 بوينت، عمرو زهران ينجح في تسجيل 3 نقاط جديده لصالح النادي الاهلي، يوسع الفارق الى ال 20 نقطه ما بين الاهلي والزمالك، ادي الاسيست من عمرو الجندي لعمرو زهران، 3 بوينت جديده لعمرو زهران. سيرفلاي لا زال قائم لنادي الزمالك، كاوت على طول لك عبد الجواد اللي بيشوطه عايز يرد لكن ما نجحش تسجيل، ديفنسيف ريباوند على طول حاضر من كيجو اللي تعب تعب وبيطالب بالتغيير. ايهاب ايهاب امين للجندي، الجندي اوبن شوت الجندي 3 بوينت الجندي ينجح في تسجيل 3 نقاط ثانيه عشان يوسع الفارق الى 23 نقطه، هنا الجندي يتحدث ويرد على طول على عمرو زهران، عمرو الجندي وعمرو زهران ثلاثيه مسابقه ما بينهم في الثلاثيات في هذه المباراه. سيتم تغيير كيجو الفارق اللي ادى مجهود في بدايه احداث انتظر احداث الكوارتر الثالث دفاعيه وهجوميا في السكن في الريباوند سواء في الهجوم او في الدفاع ادى مباراه رائعه. مصطفى مصطفى كيجو نزل مكان عمر طارق، عمر هشام ياخد السكرين ويعدي من خالد اللي خالد عبد الناصر في البيك اند رول، خالد في الاوبن شوت ميديم لكن لا ينجح في التسجيل، يحاول معاه علي حجازي لكن في الاخير تطلع اوت سايد لصالح الاهلي والاهلاويه. 69 46 23 نقطة فارق لصالح النادي الاهلي. ايهاب ايهاب امين يعدي بالسجل سكرين كده، لسه ايهاب مع الكرة يسلم على طول للجندي تحت الباسكت، عمر طارق مستنيه عنده 3 فاول،
الجندي في درايف الجندي على الكره جندي لا ينجح في التسجيل. سكند شوت ثاني روعه روعه من عمرو الجندي ينجح في التسجيل نقطتين كمان كده زي البليسن في الفولي ينجح في التسجيل على الهوا كده وهي متعلقه يسجل نقطتين. اوجيماي يعيد مره ثانيه البيك اند رول مع خالد عبد الناصر الباك سبين روعه لكن ما ينجحش في التسجيل توصل الكره على طول معاه في البيز لاين الشوت 3 بوينت وينجح في التسجيل ثلاث نقاط يضيق الفارق الى 71-49 22 نقطه فارق لصالح الاهلي والهوية. مارك ستيفن مارك حاول يعدي لكن في الاخير تخبط الكره في عمر هشام وبتطلع اوت سايد. احمد اسماعيل ادي الكره هي مره ثانيه شكرا لمخرجنا ادي الكره وصلت على طول من الهوا من فوق لفوق وصل على طول عمرو الجندي وشاطها ونجح في تسجيل 2 بوينت جديده للاهلي. اوت سايد للاهلي عمرو الجندي في الدرايف عمرو الجندي لسه عمرو درايف مره ثانيه بشماله وراح استخدم اللوحه خد الفاول من احمد اسماعيل ونجح في انه يحصل على فاول خطا شخصي التو شوتس لصالح النادي الاهلي. عمرو الجندي على التو شوتس ذكاء عمرو الجندي يظهر في الاوقات اللي احتاجها النادي الاهلي. خبره كبيره عمرو الجندي. عمرو على الفري ثرو الاول يخرج خالد عبد الناصر ينزل احمد ياسر 71-49 انتصاف احداث الكوارتر الرابع والاخير. الجندي والفري ثرو الاول. غير ناجح لعمرو الجندي. فري ثرو ثاني عمرو الجندي. يتلقى الدعم كده من زميله من الطفوله عمر طارق. فري ثرو ثاني عمرو الجندي ينجح في التسجيل. اوجيمايو يطلع الكرة لعمر هشام. اعتماد على 3 بوينت عمر هشام اوجيمايو احمد ياسر ثلاثة بشوطه قد يساعد الزمالك في فكر الكابتن احمد مرعي في تطبيق الفرق. احمد اسماعيل في الباك سبين والسيمي هوك ينجح في التسجيل. مارك ستيفن يبدا الهجمة للنادي الاهلي. نقطتين كمان دي الفارق الى 21 نقطة لصالح النادي الاهلي. 21 نقطة صالح النادي الاهلي. 71-72-51 مارك ستيفن مارك حتى بالسكرين من عمر طارق. مارك ستيفن يقلب الملعب على طول عند الجندي عند الجندي عايز يبص لعمر طارق تحت الباسكت لكن في الستيل حاضر من اوجي مايو. اوجي مايو يبدا الهجمه على طول. اوجي مايو